بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومحبي ومتابعي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من قناة الأهلي، قناتكم المفضلة لنقل مباراة كرة السلة ونهائي دوري المرتبط ما بين الاتحاد والأهلي أو الأهلي والاتحاد. مباراة النهاردة هي مسك الختام. النادي الأهلي يسعى إلى التتويج أولى بطولاته في موسم 2020-2021. ماذا سيفعل الأهلي اليوم؟ ماذا سيقابله الاتحاد؟ أخبار سعيدة لجماهير النادي الأهلي بعودة إيهاب أمين وعمر الجندي بعد نتائج المسحة السلبية وثبوت خلوهم من أعراض فيروس كورونا اللعين. الحمد لله على السلامة يا رجالة، وإن شاء الله نتوقع منكم ونأمل في الله خير وفيكم مباراة قوية جدا. منافس عنيد، منافس قوي هو نادي الاتحاد السكندري ملك البطولات والمدجج بالنجوم. القيادة الفنية للنادي الأهلي هو العبقري أشرف توفيق، أما القيادة الفنية لنادي الاتحاد الثعلب أحمد مرعي. لاين أب للنادي الأهلي النهاردة، بداية تشكيل كده، كابتن أشرف بدأ بدافع باثنين ناشئين، هو عمرو زهران اللي تألق في المباراة السابقة، وعبد الله ناصر ديفوت تحت 18 سنة، لكن دلوقتي في صورتي الصور التذكارية للاعبي الفريقين. وأقول لكم على التشكيل نادي الأهلي. نادي الأهلي تشكيله النهاردة عمرو الجندي رقم 0، إيهاب أمين رقم 4، 8 سيف سمير، 77 حاتم بحيري، 5 أليكس يانج، 1 عمرو علاء زهران، 10 أحمد مهيب، 33 أحمد حمدي، 9 إبراهيم الجمال، 23 محمد أبو النصر، 28 عبد الله. طبعا ممكن يكون خرج من القايمة، يعني شفته كده بيعمل تيست قبل المباراة ومودي الجرحي، يعني سلامات لمودي طبعا ورجعنا بألف سلامة الكابتان ومودي الجرحي. أما نادي الاتحاد تشكيله اليوم هو دولا أو أحمد عادل رقم 0، إسماعيل أحمد رقم 1، مصطفى فودة رقم 4، هيثم كمان رقم 6، مؤمن دوجا رقم 7، ميدو طه رقم 9، بالفورد رقم 10، يوسف شوشة 12، الصباغ 13، أحمد بيبو 14، علي أحمد 44، وأخيرا رامي إبراهيم رقم 88. لاين أب للنادي الأهلي زي ما قلت لكم، أبو النصر 23، حاتم بحيري 77، عمرو زهران رقم 1، سيف سمير وأليكس يونج. أما نادي الاتحاد فاللاين أب بتاعه أو الخمسة اللي في الملعب، الصباغ، بالفورد، هيثم كمال أو عفوا رامي إبراهيم، أحمد دولا، وإسماعيل أحمد. حكام المباراة النهاردة هو كابتن وائل صبحي حكم أول، كابتن محمود إبراهيم حكم تاني، كابتن محمد إبراهيم حكم تالت، ومراقب المباراة الكابتن أحمد الفلكي. بسم الله توكلنا على الله، نبدأ أحداث المباراة ورمية القفز والتعليمات الأخيرة للمديرين الفنيين إن شاء الله نتمناها. أهلاوية بعد فوز نادي أو مرتبط النادي الأهلي تحت 16 سنة على نادي الاتحاد في المباراتين. أما المباراة الأولى في الرجال ففاز بها الاتحاد بنتيجة 71-81. اليوم بعد الدفعة المعنوية التي تلقاها الأهلي بعودة عمرو الجندي وإيهاب أمين، ماذا سيفعل الأهلي في طريقه إلى التتويج ببطولة الدوري المرتبط؟ كابتن وائل صبحي ورمية القفزة والجامبول والحيازة أهلاوية. حاتم بحيري اللي أدى مباراة قوية جدا هو وفريقه في المباراة الأولى مع النادي الأهلي، وأدي أول خطأ شخصي على أحمد عادل دولا، أول خطأ شخصي وأوت سايد لصالح النادي الأهلي في أول 6 ثواني. حيازة النادي الأهلي حاتم بحيري، عمرو علاء واحد من نجوم الصاعدة من قطاع ناشئ النادي الأهلي، أبو النصر اللي بيسلم لعمرو علاء، وأدي سيف سمير، أبو النصر وأول ثلاثات أبو النصر لكن ما بنجحش في التسجيل، لكن عمرو علاء من الفيرست سكند شوت ينجح في تسجيل اول نقاط المباراه بطريقه شيك وطريقه الفولو كده. عمرو علاء زون ديفنس النادي الاهلي، اسماعيل احمد او السمعه، اسماعيل الصباغ من لسان اسماعيل، وباصات حلوه لرامي ابراهيم، ونقطتين لنادي الاتحاد. أليكس يونج يسلم لسيف سمير اللي فاضي، ينقل الناحيه الثانيه لعمرو علاء اللي بيحاول ويحاول على الباسكت ما بتجيش، يلم الثاني على السكند شوت، يطلع لابو النصر اللي بيقلب لأليكس يونج، أليكس وثلاثات أليكس ما بينجحش، سيف سمير بيحاول معاها ما بينجحش أيضا في التسجيل، يطلع على طول، واضح المباراة بدأ حماسية. بالفورد المحترف الأمريكي ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل،
كرة عند الصباغ من الاتحاد للسمعة، يقلب الناحية التانية لدولة، دولة وتلاتاته ما بينجحش في التسجيل. فين الريباوند يا شباب؟ السمعة تاني من الاتحاد لرامي ابراهيم، بيحاول والفيدا ويه شاط، نجح في تسجيل. نقطتين لصالح نادي الاتحاد، 4-2 لصالح اتحاد السكندري. وادي حاتم بحيري لابو النصر، سيف سمير بياخد له بوزيشن، بيحاول يلعب برامي ابراهيم، سيف ورامي يسيطر عليها، سيف تاني بيحاول يلعب في اخر 10 ثواني من 24 ثانيه، سلم حلو قوي الاسيست لالكس يانج وينجح في تسجيل نقطتين يعادل النتيجه 4-4. يضغط النادي الاهلي 2-1-2، بريس فول كورت اسماعيل احمد مع اليكس يانج، اليكس بالفورد في البيز لاين شوت 3 بوينت، نجح في تسجيل اول ثلاث نقاط ليه عشان تصبح النتيجه 7-4. 8 دقائق 5 ثواني على انتهاء الكوارتر الاول. ابو النصر ومعاه الصباغ، بيعدي ابو النصر يسلم حاتم بحيري اللي قايم دلوقتي بدور صانع اللعب بدل من مودي الجرح ومحمد مودي مصطفى اللي بنتمنى له عوده سالمين، واحد كورونا وواحد اصابه شفاهم الله وعافاهم. ابو النصر بيعدي من البيز لاين يخترق، وانطلاقات ابو النصر واختراقاته في اخر ثانيه، بيشوط ما بيجيبش، لكن اسماعيل بيلم ريباوند يسلم لدوله، دوله من الاتحاد ليه احمد الصبار، في كاول في بالفور اللي بيهوش مع ابو النصر شوت 3 بوينت ثانيه ما نجحش في التسجيل. على طول عمرو زهران يلم وينجح انه ياخد الكره لصالحه، واوت سايد لصالح نادي الاتحاد. مباراه بادئه قويه حماسيه، انا نفسي مش عارف اخد نفسي، يعني قوه واثاره داخل وخارج الملعب. وادي الكره اهلاويه والاوت سايد اهلاوي، 7 دقائق 22 ثانية، عمرو على زهران هو اللي بيطلع الملعب، مضغوط على حاتم البحيري، عمرو لبحيري هو القائم بأعمال البوينت جارد. وأدي أليكس يانج واختراقات أليكس لسيف سمير اللي مأدي مباراة قوية جدا، سيمي هوك سيف ما بتجيش، توصل تاني لسيف، حاتم بحيري اللي قرر أوبن شوت شاط ما جابش، الريباوند عند أليكس شوط تاني مستعجل يا أليكس، يلم على طول سيف سمير بفدائية ينجح إنه هو ياخد خطأ شخصي على احمد الصباغ رقم 13 ورميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. سيف سمير على التنفيذ، واحد من الناس وبعد يعني في توقيتات معينه كده ابلغكم باحصائيات المباراه اللي فاتت، سيف سمير لاعب المباراه اللي فاتت 40 دقيقه مسجل 14 بوينت، وادي اول نقطه ما بينجحش سيف سمير في تسجيلها. ارد لك يا سيف ركز، لسه النتيجه 7-4. وادي الرمية الحرة الثانية ما بنجحش أيضا في التسجيل. على طول تقول الكرة للاتحاد، السمعة مان تو مان النادي الأهلي، رامي إبراهيم بيلحق كورته يسلم لدولة. وادي بالفور الثاني جيل بارفور، بالفور لدولة، 5 ثواني على 24 ثانية، الصباغ لإسماعيل مع على طول سيف في داوي، إسماعيل ما بتجيش، أبو النصر بيلم على طول يسلم للبحيري، البحيري اللي بيجري بملعبه لا طريق فاضي، تقلب الناحيه الثانيه لعمرو زهران اللي قرر يخترق، وصل ادى لسيف والشوط سيف ما بتجيبش، يحاول تاني معاه لا زهران لكن بتزق كده لدوله، دوله بيجري بملعبه يوصل كيك اوت لاسماعيل، اسماعيل يقطع في السكه بحيري والباس بريك، هنا ايه؟ هنا خطا شخصي يحتسبه الكابتن وائل صبحي، واوت سايد للنادي الاهلي، 3 اخطاء شخصيه توتال على نادي الاتحاد. ادي خطا شخصي زي ما شايفين كده رياكشن كابتن اشرف توفيق في الاعاده. ده النادي الاهلي هيضغط، نادي الاتحاد هيضغط، محدش هيسيب فرصه للتاني. وادي حاتم بحيري ومعاه دوله وخطا شخصي على دوله، ده الخطا الشخصي التوتال الرابع على نادي الاتحاد والتاني على دوله. هل هيدفع الكابتن احمد مرعي دلوقتي مكان دوله؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، خصوصا انت في اول 4 ثواني 4 دقائق خطأين شخصين. سيف سمير ومع اسماعيل ليه عمرو زهران الذي يثبت كفاءته يوما بعد يوم. وادي اليكس يونج من بعيد ما بتجيش، بالفورد على طول على الديفنسيف ريباوند بيلم وبيطلع يسلم للسمعه، السمعه لشوشه، للسمعه تاني ليه بالفورد جاله من البيز لاين شوت نجح في تسجيل الثلاثيه الثانيه ليه، 4 محاولات ثلاثية لنادي الاتحاد نجح في 2، الاهلي 4 لم ينجح ولا واحدة. حاتم بحيري
عايزين ثقة تانية يا رجالة، العب على البطولة. وادي أليكس يان وخطأ شخص على رامي إبراهيم، على طول أوتوماتيك رميتين حرتين زي ما قلتلكوا. فود أهو قرر كابتن أحمد مرعي يفكر فيه، على طول تغيير زي ما احنا شايفين على الشاشة، خرج دولة ونزل مصطفى عصام فودة رقم 4. رميتين حرتين لصالح نادي الأهلي على التنفيذ أليكس يان. خطأ الشخصي على رامي إبراهيم، وادي أول رمية حرة يسجلها الأهلي أليكس يان. ثلاث محاولات رمية حرة نجح في واحدة ودي الأولى، وادي الرمية الحرة الثانية ما بينجحش في التسجيل. 5 دقائق 30 ثانية، 10 الاتحاد، 5 الأهلي. وادي عصام فودة لإسماعيل، سلم بالفورد يلحق تاني شوشة بالفورد، وسط غفلة دفاعية من النادي الأهلي. بالفورد ويان، بالفورد لشوشة، وادي فودة يسلم لرامي إبراهيم، 4 ثواني على 24 ثانية، يقلب الناحية التانية بالفورد اللي بيشوط 3 بوينت، ينجح مع الباز إنه يسجل مع آخر ثانية في ال 24 ثانية. يطلع النادي الأهلي بملعبه عمرو زهران لحاتم بحيري 13-5 لصالح الاتحاد. 4 دقائق 50 ثانية على انتهاء زمن الكورتر الأول. أبو النصر وشوشة، دفاعات قوية من نادي الاتحاد. أدي أليكس يان يحاول يخترق، وصل يلم سيف من فوق الناس كلها، يلحق حاتم بحيري، لكن بالفورد يقطع في السكة ويعمل ستيل، يوصل ويعلق لشوشة لكن بعيدة، وتطلع أوت سايد لصالح النادي الأهلي. تغيير هيخرج سيف سمير من الأهلي وينزل أحمد حمدي رقم 33، وتغيير تاني في الأهلي أيضا، عمرو علاء زهران خرج ونزل عمرو الجندي اللي راجع من إصابة كورونا، وعمرو علاء زهران اللي بيأدي بمستوى كويس. حصل تغيير تاني في صفوف الاتحاد، رامي إبراهيم نزل خرج عفوا، وعلي رقم 42 هو اللي دخل مكان. نرجع للمباراة، أليكس يان 13 للاتحاد، 5 الأهلي. أحمد حمدي أبو النصر من الأهلي، مان تو مان نادي الاتحاد. وادي البحيري، الطريق فاضي، وصل بحيري طلع الكيك اوت حلوة لحمدي، ملحقش حمدي، وصلت لبالفورد قطع ومعاه أبو النصر، حاول يخترق وينجح في تسجيل نقطتين. 15-5 تايم اوت على طول، كابتن أشرف يطلبه لإيقاف تقدم الاتحاد السكندري. تنبيه من الكابتن وائل صبحي ان مش كل ده ينزل، يعني الماتش ما خلصش، ده تايم اوت. هو ده الكلام مع الكابتن عمرو الصبحي هنا لو الكاميرا تيجي عليهم، والتايم اوت للنادي الاهلي. بعد عادات المباراه، ابو النصر، وادي اللعبة الحلوة قوي اللي عملها، الفول الحلوة قوي عمرو زهران. ما زلنا مع بعض عادات اللقاء، وادي أليكس يانج وانتهاء زمن التايم اوت اللي طلبه الكابتن. ماشي ماشي، انت واخد الاجنبي، هو واخد الكوره، ابو النصر واخد الكوره. يلا تسجيل 19 نقطه، اما سيف سمير لعب 40 دقيقه سجل 14 نقطه. نرجع للمباراه، كان نجوم اللقاء، يعني الفرقه كلها كانت نجوم اللقاء، يعني في ظل النقص العددي اللي بيتواجد من النادي الاهلي، عندك عمرو الجندي، عندك محمد مصطفى مودي، عبد الفضيل، عمر طارق، السلعوه، ايهاب امين، قوه يعني لا يستهان بيها، واستطاع النادي الاهلي انه كان يتقدم لفترات كبيره جدا. يعني اقول لكم ان الاهلي كان متقدم لمده 29 دقيقه و36 ثانيه، لكن يعني ما فيش بديل تعب حاتم البحيري. لكن بصراحه شابوه المباراه اللي فاتت، عملوا مباراه قويه جدا، وان شاء الله نتمنى الاستمراريه مع الدفعه المعنويه اللي تلقيناها بوجود عمرو الجندي وايهاب امين. والاوت لصالح النادي الاهلي، يضغط الاتحاد مان تو مان بريس فول كورت. وادي
حاتم بحيري ومعاه بالفور، والضغط على حاتم من مرتين او من اتنين لعيبه، لا ابو النصر لا الطريق، اتنين على واحد، احمد حمدي وصل بشماله ما نجحش في التسجيل، يحاول معاها تاني، توصل عند علي من الاتحاد، علي بيسلم لفوده اللي بيطلع بالفص بريك، لكن الاهلي رجع هيلعب سيت بلاي، فوده ليه بالفور، بالفور دو علي ومع احمد حمدي، بيطلب السكرين واحد على واحد، شوشه اللي بيطلع لعلي تاني ومع عمرو الجندي، عمرو وعلي وصل، علي سجل، علي 17-5، لم يسجل الاهلي حتى الان، 3 دقائق 29 ثانيه، عمرو الجندي هل اصابته بكورونا وعدم وجوده لمده 10 ايام في الملعب هيأثر على مستواه الفني؟ هنشوف دلوقتي. ادي عمرو الجندي وباص حلو واسيست حلو لحاتم بحيري ينجح فيه تسجيل نقطتين، يودي الفرق الى 10 نقاط تاني. السمعه اسماعيل احمد ومعاه اليكس يان لعلي من الاتحاد، سمعه يتمركز تحت الباسكت ياخد بوزيشن ومعاه لسه، لا طلع والله عمل سكرين لبالفور، الشوت بالفور لكن البلوك حلو قوي، لكن في غفله كده من احمد حمدي اللي ما شافش الكوره يلم علي ويسجل نقطتين يوسع الفرق تاني ل 12 نقطه. عمرو الجندي من الاهلي 19-7، دقيقتين 45 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول. ابو النصر اللي بيسلم للجندي، عمرو وسكرين من حمدي، عمرو لابو النصر، ثلاثات ابو النصر، نجح ابو النصر في تسجيل ثلاث نقاط، اول ثلاث نقاط واول ثلاثيه للنادي الاهلي في هذا الكوارتر. عصام فوده او مصطفى عصام فوده شاف على التسخين عبد الله نصر زي ما احنا شايفين قدامنا، وتعليمات من الكابتن اشرف لعبد الله نصر الناشئ تحت 20 سنه. فوده وسكرين من السمعه، بيتعمل سويتش من لعيبه الاهلي، وادي شوشه وثري بوينت، اير بول يحاول يلحق اسماعيل، ازاي يا جماعه صح جود جاد فعلا. هتقول لي هنا طب ما اسماعيل دخل، اقول لك رجلين الاثنين ما لمسوش داخل الملعب. خرج احمد حمدي ونزل عبد الله ناصر، خرج ايضا حاتم البحيري ونزل ايهاب امين. بصوا هنا تاني اهو، لسه رجل واحده بس هي اللي لمست مش رجلين الاثنين، على طول اوت سايد وتقول الكره الاهلاويه. وادي ايهاب امين، ايهاب امين عدى ايهاب لابو النصر، سكرين من اليكس يانج، اليكس ليه ابو النصر، عمرو الجندي، عمرو الجندي بيطلب سكرين، عبد الله ناصر بيلبي له الندى وبيروح السكرين، هيثم كمال نزل مكان رامي ابراهيم، عبد الله وادي اليكس وثلاثات اليكس، لكن لسه جددنا زمن الهجمه ال 14 ثانيه، عمرو الجندي يقف ويشوط وينجح في التسجيل نقطتين. عمرو الجندي، عمرو الجندي، يمكن كابتن هيثم السعيد تساءل بهذا السؤال، هل ماذا سيكون مستوى عمرو الجندي بعد اعواده 10 ايام بدون تدريب؟ لكن اهو ما شاء الله، وادي الروح العاليه من عمرو الجندي، واوتسايد دفاعيا قوي لصالح النادي الاهلي، وادي فريق 16 سنه بيشجع سيان اليكس، ادى لعبد الله ناصر اللي هوش وقدر ياخد فاول ورميتين حرتين عبد الله ناصر. 19 الاهلي الاتحاد، 12 الاهلي، دقيقه 10 ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الاول، مباراه حماسيه، مباراه قويه زي ما قلت لكم. وادي عبد الله ناصر على تنفيذ الرميه الحره الاولى، ما ينجحش. هارد لك يا عبد الله، هارد لك يا عبد الله، واحد من الناشئين اللي ليهم مستقبل بارع ان شاء الله ومهم في السنوات القادمه. وادي عبد الله والرميه الحره الثانيه، ينجح في التسجيل عبد الله، يضيق الفارق الى 6 نقاط. ميدو طه اللي نزل دلوقتي مكان، اقول لكم مكان مين حالا، وادي فوده اللي عدى دفاع قوي من النادي الاهلي، وخطا شخصي على اليكس يونج في اخر دقيقه وثانيتين، ده الخطا الشخصي الاول توتال على النادي الاهلي، اول خطا شخصي يرتكب في هذا الكوارتر. وابراهيم الجمال على التسخين، كابتن اشرف توفيق استدعى للتسخين، وادي الاوتسايد ميدو طه، واحد من نجوم اللقاء المره الذهاب والنهارده على العوده، وادي هيثم كمال لميدو طه، معاه ابو النصر وسكرين ودفاع قوي من النادي الاهلي، وفوده بيروح بايده الشمال كده وما بتجيش، يلم ايهاب امين على الديفنسيف ريباوند وبيطلع بالكوره. 45 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الاول، عمرو الجندي لاليكس يان قرر اخترق، راح بسرعته ووصل، عبد الله ناصر بيكمل فولو لكن حظه وحش جدا ما بتجيش، يلم فوده، مصطفى عصام فوده من نادي الاتحاد للشوشه،
شوشة استنى الايس كريم لهيثم كمان. وادي شوشة طلع الكيك اوت لهيثم. عبد الله ناصر وقف الشوطة. وادي شوشة تاني يسلم لميدو اللي بيشوط. سيمي هوك ما بتجيش يلم علي وينجح في تسجيل فاكلير ونقطتين. 21-13 اخر 14 ثانية على انتهى زمن الكوارتر الاول. ايهاب امين طلب السكرين 5 ثواني على الكوارتر الاول. شوت ايهاب لم ينجح في التسجيل يلم نادي الاتحاد يحاول شوشة يلحق. ميدو طه بيشوط لكن خلاص صفرت. انتهاء الكوارتر الاول تعلن انتهاء هذا الكوارتر والراحة دقيقتان للانتقال الى الكوارتر الثاني. 21-13 زي ما شفنا على الشاشة لصالح نادي الاتحاد. سريعا كده نادي الاهلي 5 محاولات للثري بوينت لم ينجح في تسجيل الا واحدة. اما نادي الاتحاد 5 محاولات في الثري بوينت نجح في تسجيل 3. النادي الاهلي 7 محاولات فاول شوتينج نجح في تسجيل 2. هناخد كور كتير. اسمع اللي بقول لك عليه. روي وهاب وجو رانان جامب وسبرنت باك. الضغط طبعا الفينشنج ده اللي هنشوفه وهنسمعه مع حضراتكم دلوقتي. اوكي احنا ما بنعملش في الاوفنس ما بنشتغلش حاجه ما بنشتغلش شغلنا. عايزين نشتغل شغلنا احسن من كده شويه. ونلعب بوزيشن 5 ونلعب بوزيشن 5. اسمع انا بتكلم بس واهلي 3 بوزيشن 5 واهلي. اوكي لازم بيان الكور تحت الحلقه يا جماعه. خلاص ما انت حاجه عليك كويس عليك حاجه انت في حاجات عيب قوي بيخش فيها بالمحلفين. خلاص تعالوا كده على كل الكوره ده كل الكوره ده 1 2 3. اهلي العب يا اهلي هو الشعار الان للنادي الاهلي ورجاله. نزل نادي الاهلي ونزل نادي الاتحاد نفس التشكيل او الخماسي اللي انهى بيه كابتن اشرف توفيق. وادي التعليمات لعبد الله ناصر نفس الخماسي اللي انهى بيه الكابتن اشرف توفيق الكوارتر الاول اللي انتهت نتيجته زي ما قلت لكم 13-21 اللي ما كانش معانا. ونفس خماسي نادي الاتحاد. علي بيستلم الكره من مصطفى عصام او فوده. هيثم كمال ماسكه دلوقتي اليكس يانج للشوشه. شوشه وسكرين من علي والبيك اند رول طلع لمصطفى عصام اللي بيشوط اول 3 ايام ما بتجيش يلم على طول. عبد الله ناصر بفدائيه وبقوه لكن بيبصي بصه كده مش حلوه. ارد لك يا عبد الله وخطا شخصي كاونت والوان مور على ابو النصر واول 3 ايام لم تسجل وخطا شخصي لمصطفى لمحمد ميدو طه. 23-13 ودي ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى واول رميه حره لنادي الاتحاد منذ بدايه اللقاء. ايهاب امين اللي بيعدي ويسلم لابو النصر لعمرو الجندي. عمرو لابو النصر. عمرو تاني اللي بيسلم لايهاب امين. ايهاب واختراقات ايهاب من البيس لاين ووصل لكن في عرض في تيجي تخبط كده في البورد يلحقها نادي الاتحاد قبل ما تطلع اوت. ميدو طه اللي بيوصل لكن بتعمل له بلوك من عبد الله ناصر بتقع في ايد عمرو الجندي. وادي ايهاب امين. ليه ايهاب ما دخلتش؟ نجح ايهاب سجل. برافو ايهاب. ايهاب نجح في تسجيل نقطتين تاني يضيق الفارق 24-15 9 نقاط لصالح نادي الاتحاد. وادي شوشه عبد الله ناصر وقف له تخبط في ايده وتطلع في ايد علي لكن ايهاب امين على الديفنسيف ريباوند يجري على الباسكت يروح يسلم ليانج. تلاتات يانج تلاتات يانج تلاتات يانج. اول 3 ايام لالكس يانج في اللقاء. اليكس يانج يضيق الفارق 24-18 6 نقاط لصالح نادي الاتحاد. يلعب يا اهلاوي. شوشه وسكرين من علي. شوشه واختراقات شوشه وصل نجح شوشه في تسجيل نقطتين. ايهاب امين بيطلع لابو النصر هو اللي ماسك الملعب دلوقتي. ايهاب امين ايهاب امين لابو النصر الطريق فاضي يا ابو النصر لسه وهدي على ملعبه هينفذ حاجه لعمرو الجندي. عمرو يسلم لعبد الله ناصر وخطا شخصي
خطأ شخصي على هيثم كمال يحتسبه الكابتن محمود ورميتين حرتين لعبد الله ناصر. وادي تغيير جيمي او ابراهيم الجمال، هنشوف هينزل مكان مين، اعتقد مكان ابو النصر. وادي الخطأ الشخصي اللي زي ما احنا شفنا كده، وفعلا خرج ابو النصر ونزل ابراهيم الجمال اللي قدامنا قدام حضراتكم في الشاشه، وخرج علي رقم 42 من نادي الاتحاد ونزل مكانه السمعه علي احمد، ونزل مكانه اسماعيل احمد. عبد الله بيهدى كده وبياخد نفسه. واحد من اللعيبه اللي حازوا على الالقاب فرديه، وهو لقب افضل بيفوت في بطوله كاس امم افريقيا، قادم من نادي الشمس. وادي عبد الله يدفع بيه كابتن اشرف توفيق، لم ينجح في التسجيل الاولى. عرض لك يا عبد الله، والرمية الحرة الثانية عبد الله ناصر ينجح في التسجيل. عبد الله 19-26، 7 نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد. وادي شوشه لفوده، مصطفى عصام يسلم لميدو طه، معاه الجمال، هيثم كمال سكرين، يلحق عبد الله ناصر، عطل يسلم لاسماعيل احمد والكس يونج معاه، ثلاثات اسماعيل ما بتجيش. ميدو طه فين الريباوند يا شباب؟ فين الريباوند؟ ايهاب امين يعمل الستيل حلو قوي ويجري بالفص بريك. ايهاب يسلم للجندي واختراقات الجندي، على الجندي لم يسجل الجندي، على طول تقول الكره الى مصطفى عصام لشوشه، معاه الجندي دفاع قوي من النادي الاهلي. اسماعيل في البيزلاين، شاط اسماعيل لم ينجح، يلم اليكس يانج على طول ويطلع بالفاست بريك لعمر الجندي، واحد على واحد يا عمرو، يطلع للجمال، يلا يا جمال، يلا يا جمال، يلا يا جمال، الجمال جيمي ابراهيم الجمال ينجح في تسجيل اول ثلاثايه. 22-26 لصالح نادي الاتحاد، يا دي الفارق الى اربع نقاط. اسماعيل هو اللي بيطلع من الملعب بالاتحاد السكندري، ودفاع قوي من النادي الاهلي، وفوده لشوشه الكيك اوت وثلاثات فوق شوشه ما بيجيبش. عبد الله بيلم تروح لايهاب امين، على طول بيطلع يسلم لعمر الجندي، عمرو اهدى على ملعبه، عمرو يسلم لعبد الله ناصر، عبد الله بيدور على ايهاب امين، السوبر ماريو ايهاب امين وسكرين، لكن بيفتح ملعبه 10 ثواني على زمن ال 24 ثانيه. حلو الباصه، حلو الاسيست، وفاول على اسماعيل احمد، برافو يا عبد الله، قدر ياخد فاول من اسماعيل احمد برميتين حرتين لصالح عبد الله ناصر. 26-22 لصالح نادي الاتحاد. ادي اللعبه اهي تاني، حلوه يا عبد الله، برافو يا عبد الله عليك. وتغيير، خرج اسماعيل احمد ونزل بالفورد، او عفوا خرج ميدو طه ونزل بالفورد، وخرج فوده اللي قدامنا على الشاشه ونزل دوجا. يلا يا عبد الله، نجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. عبد الله، عبد الله ناصر، مؤمن دوجا هو اللي دخل. عبد الله ناصر على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، اتخض كده في الاول لكن دلوقتي ماشي كويس في التسجيل، يلم بالفورد ويسلم لمؤمن دوجا. مؤمن بيشاور باللعبه، يعدي مؤمن دوجا، استنى بالفورد، عايز يسلم بالفورد، سلم بالفورد فعلا، هيثم كمال جول سكرين، عطل استلمه عبد الله وبسرعته وصل، لكن هنا خطا شخصي على عبد الله ناصر، يستوجب رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي، نادي الاتحاد عفوا. رميتين لبالفورد المحترف الامريكي، خرج اياب امين ونزل مودي الجرحي. كده احنا اطمنا ان مودي الجرحي موجود. وادي بالفورد ما بينجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. بالفورد على تنفيذ الرميه الحره الثانيه ما بينجحش ايضا في التسجيل، لما اليكس يونج على الديفنسيف ريباوند، يروح اليكس لعبد الله لجيمي او ابراهيم الجمال، يسلم لالكس واخد بوزيشنه مع شوشه، اختراقات اليكس، قلب الناحيه الثانيه للجمال اللي بيهوش ثاني لعمر الجندي، 8 ثواني على على ال 10 على 24 ثانيه المودي الجرح اللي لسه نازل، ما بينجحش في التسجيل مودي، يلم على طول نادي الاتحاد، مؤمن دوجا بيعدي مؤمن، يسلم لشوشه ليه هيثم كمال عنده نسبه شاط، ما بينجحش في التسجيل من اعلى نقطه، عبد الله ناصر بيلم، سلم لمودي الجرحي اللي بيعدي بملعبه ويقف
مودي تاني على الثري بوينت، نجح مودي الجرحي في تسجيل 3 نقاط يعادل النتيجة ووصلها للتعادل، أول تعادل في اللقاء. وزي ما احنا شايفين الانفعالات والروح العالية لفريق النادي الأهلي، 26-26، 5 دقايق 44 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني. توتال فاولات هنا وهنا 2-2. نسمع تعليمات كابتن أشرف ونرجع معاكم تاني. دخل يا بعد عادات المباراة. عبد الله ناصر وادي مودي الجرح والثلاثية اللي اتت بالتعادل، منتهى الهدوء، منتهى الحكمة، منتهى الخبرة في هذه الثلاثية. زي ما احنا شايفين مودي الجرحي استقبله على طول عمرو زهران واحمد الجرحي. هو تعليمات كابتن اشرف قاعد مجهز ليه كوتش؟ انا بعد ما اعمل السكرين ده انت ما تخافش انت ما تقلقش ما عملناش حاجه. صفر صفر انت هتجيبه سكرين تاني. يلا ايدك 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 يا رمضان واحدة 26-26 تعادل الأول في أحداث الفترة الثانية أو الفترة الأولى والثانية، وتعادل أيضا في الفاولات والكرة التحدوية. مباراة قوية ما بين في نهائي دور المرتبط ما بين المارد الأحمر النادي الأهلي وزعيم الصغر نادي الاتحاد. الأهلي يضغط مرة أخرى، هل هتسعفه لياقته البدنية في الضغط؟ يعني نتمنى طبعا نتسعفه ويكمل كمان ماتشين ثلاثة ورا هذه المباراة. وادي دوجا اللي بيعدي ويسلم لبالفور، بالفور معاه جمال بيحاول يقترب، واسماعيل يستلم في غفلة دفاعية من عبد الله ناصر، لسه خبرته قليلة لكن مستواه مبشر. أليكس يان 28-26، 5 دقايق 25 ثانية. مودي الجرحي، مؤمن، مبارك أو دوجا معاه. وادي عمرو الجندي بيلعب على هادي كده، ودي خطا شخصي ياخده ابراهيم الجمال من بالفورد ورم وي اوت سايد. بالفورد رقم 10 زي ما الكابتن محمود قال، وادي الخطا اهو تاني بذكاء كده بالفورد. الجمال ياخد خطا من بالفورد واوت سايد لعمرو الجندي، وثلاثات عمرو الجندي ما بينجحش في التسجيل. عبد الله ناصر يلم، حلو يا عبد الله، برافو عبد الله ادائك ده. وادي خطا شخصي هنا على الشوشه، نجح عبد الله ناصر في انه يلم الاوفنسيف ريباوند ويطلع كيك اوت ليه عمرو الجندي، لكن شوشه بيعترض بخطا شخصي واوت سايد لصالح النادي الاهلي. الخطا الشخصي الجاي زي ما احنا شايفين اهو في الاعاده ارتكب فعلا شوشه، واقف شوشه شخصي. الخطا الشخصي القادم على نادي الاتحاد برميتين حرتين، وادي تغيير دولا نزل خرج شوشه واوت سايد للنادي الاهلي. ابراهيم الجمال لمودي الجرحي يبحث عن عمرو الجندي، خطا شقه مخالفه المشي بالكره فعلا، لو شفناها هنشوفها في الاعاده ونتاكد منها. قرار حكم كابتن محمود مخالفه المشي بالكره على مودي الجرحي. وادي دوله شوفها تاني اهي، صح فعلا، برافو برافو كابتن كابتن محمود. وادي مؤمن دوجا لاسماعيل احمد لدولة، فاضي اوبن شوت، نجح في تسجيل 3 بوينت للاتحاد عشان يوسع الفرق الى 5 نقاط. وهنا اسماعيل احمد كان بيقدر الشبكه زي ما شفنا حضراتكم، ولسه الاتحاد بيضغط. مودي الجرح استلم بيسلم للجمال ومع بالفورد، بيعدي قبل 8 ثواني، بيعد كابتن محمود، عدى فعلا وسلم للجرحي او مودي. وادي عمرو الجندي يحاول يخترق ويستغل جسمه لعبد الله ناصر، يسلم لمودي الجرحي لابراهيم الجمال، عمرو الجندي والميس ماتش يستغله ويوصل ويسجل نقطتين عمرو الجندي لصالح النادي الاهلي. 28-31، 3 نقاط فارق، مومنتو مان النادي الاهلي. عبد الله ناصر مع هيثم كمال، مع هيثم كمال، لا خطا شخصي فعلا عبد الله، هارد لك، خطا شخصي على عبد الله ناصر رقم 23 واوت سايد لصالح نادي الاتحاد السكندري.
وادي سيف سمير زي ما احنا شايفين اهو تغيير، هيخرجوا هيخرج عبد الله نصر اللي ادى مباراه، والله والله ادى مباراه كويسه جدا. عبد الله نصر ادى مباراه هايله، برافو عبد الله. وادي اوتسايد لصالح نادي الاتحاد، دفاع قوي من النادي الاهلي، دولا ومعاه عمرو الجندي. دولا بياخد سكرين من اسماعيل، استلم على طول السويتش، اسماعيل معاه عمرو الجندي تحت الباسك، اسماعيل يلف بين الجندي ويسجل بايده الشمال نقطتين، وهنا تاتش كده اسماعيل وعمرو الجندي. عمرو بيقول له سيب الكوره يا ابني، انا سبت الكوره يعني، ده مجمل حوار. ومودي بيهدي وخلاص يا عمرو انا بفهمك، انا سبت الكوره وحقك عليا يعني، ده مجمل حوار يعني. اسماعيل طبعا من الشخصيات الجميله جدا، وقائد ولعيب كبير، وايضا عمرو الجندي واصحاب في المنتخب، ويعني مفيش ادنى مشكله خالص. وتحذير من كابتن وائل صبحي لاي حد هيتكلم بتكنيك الفاول، زي ما احنا شايفين بيتكلموا مع بعض عادي مفيش حاجه خالص. وادي نادي، وادي الكابتن وائل صبحي اللي لقنهم التحذير، واوت سايد لصالح النادي الاهلي. 28 33 4 دقائق ثانيتين، ابراهيم الجمال ضغط نادي الاتحاد، وادي يتخطف ويعمل السيل ميد دولة وينجح، ما نجحش بتسجيل نقطتين لكن يلم على طول. أليكس يونج يسلم لمودي الجرحي، واضح كده ان مودي في حاجه، يسلم ليه سيف تطلع في السكه، مودي الجرحي بيعمل يرتكب خطا شخصي، هو بيعطل لان واضح ان في حاجه، واضح ان مودي في حاجه يعني، واضح ان مودي في حاجه. هنبص عليه كده لو الكاميرا تجيبه، وهنا يعني مفيش حاجه، بيعتذر لهيثم كمال، هو كان عايز يوقف الفاول عشان ما تعملش فاص بريك. الباصه هنا لسيف سمير تخبط في رجله ترد تاني لمودي، هنا عايز عشان ما يحصلش فاص بريك بس مش اكتر. قطع شخصي على مودي الجرحي الاول، واوت سايد لصالح نادي الاتحاد. دوله قطع الكرة اللي فاتت ولم ينجح في التسجيل. اسماعيل ومعاه أليكس يانج، اسماعيل واحد على واحد تحت الباسكت، يسلم لبالفورد ويوفنسيف فاول على رقم 6 هيثم كمال، واوت سايد صالح النادي الاهلي. هنا هتقول لي هنا مودي، اه مودي في حاجه فعلا، مودي في حاجه تتغير على طول بإيهاب امين. سلامات لمودي، عمرو الجندي وهيثم كمال، عمرو بيعدي يخترق ويوصل، والسيمي هوك ما بيجيبش، يلم تاني يسلم ليه أليكس يونج، وتلاتات يونج تاني ما بينجحش في التسجيل. سيف سمير بيحاول يتعامل معاها ما بتجيش، والفاص بريك لهيثم كمال ودنك هيثم كمال، وتايم اوت يطلبه الكابتن اشرف توفيق بعد ما كان التعادل اصبحت النتيجه. يمكن النادي الاهلي طلب تايم اوت في الدقيقه 5:26 ثانيه من دلوقتي، الدقيقه 3:04 ثواني، نجح في تسجيل نقطتين فقط. وادي تعليمات كابتن اشرف. بعد لقطات المباراة، وده عمرو الجندي كمال واسماعيل، ودي الكرة اللي يعني يتكلموا فيها مع بعض مفيش حاجة خالص. وادي اللقطة اهي تاني، هو عتاب اصدقاء مش اكتر يعني، حتى مودي داخل بيكلم كابتن وائل بيقول له مفيش حاجة بيتعاتبوا. وانتهاء التايم اوت اللي طلبه الكابتن اشرف توفيق، زي ما قلت لحضراتكم كابتن، التعادل كان في الدقيقة 5:26 ثانية، نجح نادي الاتحاد من 26 نقطة سجل 9 نقاط، أما نادي الأهلي سجل نقطتين زي ما احنا شايفين. دقيقة دلوقتي 3:04 ثواني، الأهلي في خلال الدقيقتين دول سجل نقطتين فقط، أما الاتحاد سجل 9 نقاط. 5 أخطاء شخصية على الاتحاد، 4 أخطاء شخصية على الأهلي، 3:04 ثواني، أي فاول على الفرقتين برميتين حرتين. أليكس يان، عمرو الجندي، سيف سمير، إيهاب أمين، وأبو النصر.
ده خماسي الاهلي، خماسي الاتحاد، دوله وميدو طه وبالفورد هيثم كمال والسمعه. الكسيانج هو اللي هيطلع بالملعب دلوقتي. افتقد النادي الاهلي عنصر صانع الالعاب لاصابه مودي واصابه مودي الصغير بكورونا. ابو النصر من الاهلي، سكرين من عمرو الجندي، وادي الكسيانج بيقطع يسلم لايهاب امين. ابو النصر، ايهاب تقطع منه، خطا شخصي على ايهاب امين، اوفنسيف فاول لصالح نادي الاتحاد. خطا شخصي على ايهاب امين، مهاجم نشوفها تاني. وزقت الدراع دي فيها في خطا. طيب نرجع لميدو طه من الاتحاد، اسماعيل زون ديفنس النادي الاهلي، بالفورد بيعدي، بالفورد ويجي له سكرين يرد تاني على هيثم كمال. ميدو طه بساط سريع من الاتحاد بدون دربلاية واحده، ميدو طه يكتشف الثغره ويباص بالفورد، لكن اليكس يانج يرتكب معه خطا شخصي ورميتين حرتين على اليكس يانج. الخطا الشخصي الثاني، تغيير، خرج هيثم كمال، نزل رامي ابراهيم، بالفورد على تنفيذ رميتين الحرتين. العاده تاني اهي، دقيقتين 24 ثانيه، جايلان بالفورد نجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. اربع محاولات لنادي الاتحاد على الفري ثرو، اثنين ان واثنين اوت. الاهلي خمس محاولات، ثلاثه اوت واثنين ان. وادي بالفورد التنفيذ الرميه الحره الثانيه، ينجح ايضا في التسجيل، كده ثلاثه ان من اصل خمس محاولات. يضغط نادي الاتحاد، يسلم لابو النصر، هلا نشوف دور لحاتم البحيري. ايهاب امين لابو النصر تاني، تقطع في السكه، تاخد البالفورد اللي بيوصل بيحط دنك يوسع الفارق 39 28، دقيقتين 12 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. فعلا زي ما قلت لكم حاتم بحيري هنا هيعمل تغيير، هو اللي هيمسك الملعب. النادي الاهلي هيطلع ابو النصر، تغيير هيحصل، ده هيطلع اليكس يونغ، وحاتم بحيري هو اللي هيمسك الملعب. وادي ايهاب امين وحديث مع الكابتن محمود. وادي ابو النصر يسلم لبحيري، عدى حاتم بحيري اللي بيسلم لامين، يخترق من الميدل، يوصل يسل، ايه ما تجيبش، يلم على طول سيف سمير اللي بيطلع لحاتم بحيري، تتخطف منه وتروح لميدو طه اللي بيسلم لدول على الفاست بريك، وبيطلع كيك اوت لبالفورد اللي بيشوت 3 بوينت، ينجح في تسجيل ثلاثيه ثانيه لبالفورد ونادي الاتحاد 42 28، دقيقه 44 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. حاتم بحيري لعمرو الجندي، عمرو لايهاب امين، يسلم لسيف سمير تحت الباسكت اللي بيلف وعايز يلعب، جاله بالفورد لكن هنا تروح على الباسكت ما بتجيش، يلم نادي الاتحاد. دوله اخر دقيقه 28 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثاني، ودوله يسلم لرامي، رامي لاسماعيل، ليه جيليان بالفورد، يجي له سكرين رامي ابراهيم، لكن هنا فعلا في خطا شخصي على مين؟ على عمرو الجندي، على ابو النصر، على ابو النصر رقم 23 على حسب اشاره كابتن محمود، هو خطا شخصي على ابو النصر. رميتين حرتين لاسماعيل احمد، وتغيير في صفوف نادي الاتحاد، هيثم كمال، وادي احمد مهيب بيسخن في النادي الاهلي، في تغيير، لم يحدث تغيير في صفوف نادي الاتحاد، وادي احمد مهيب زي ما قلت لحضراتكم بيسخن اهو. احمد اسماعيل احمد على تنفيذ الرميه الحره الاولى، ما بينجحش في التسجيل، واسماعيل احمد على تنفيذ الرميه الحره الثانيه ينجح في التسجيل. تغيير في صفوف النادي الاهلي او صفوف نادي الاتحاد، فوده وهيثم كمال مكان اسماعيل احمد وميدو طه وايهاب امين بدلا من يعني ايهاب امين نزل خرج ونزل احمد مهيب. حاتم بحيري هو اللي هيمسك الملعب، حاتم بيعدي بملعبه لسيف سمير لابو النصر، ابو النصر لاحمد مهيب، بيعدي احمد مهيب يسلم بحيري
5 ثواني على 24 ثانية لازم يلعب خطأ شخصي على هيثم على رامي إبراهيم، رميتين حرتين لصالح نادي الأهلي. وعلى التنفيذ عمرو الجندي. ادي الاعاده الثاني، وادي الفاول من رامي ابراهيم، ده ايده جت في عينه، خطا شخص فعلا. عمرو الجندي على تنفيذ الرميه الحره الاولى، ينجح في التسجيل. ست محاولات الاهلي ناجح في ثلاثه فقط بنسبه 50% في الرميات الحره، وادي الرميه الحره الثانيه لعمرو الجندي ينجح ايضا في التسجيل. يدعي الفرق الى 13 نقطه للاتحاد. 50 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني، وادي بساط سريعه رامي ابراهيم، يرجع عمرو الجندي يسلم لدوله، دوله من الاتحاد، دوله عدى دوله مع سيف سمير، لكن هنا فعلا داس على اللاين. برافو جود جادج من كابتن وائل صبحي. وادي اوت سايد 38 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. بصوا عليها ثاني اهي في الاعاده، دايس فعلا. شكرا مخرجنا. وادي احمد حمدي اللي بيحاول يخترق، وصل وما نجحش في التسجيل، لكن خطا شخصي على عصام فوده اهو، مصطفى عصام فوده، ورميتين حرتين. بالظبط بالظبط 25 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، 43 الاتحاد 30 الاهلي. ادي الاعاده ثاني، خطا شخصي. وادي احمد مهيب ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى، او عفوا احمد حمد. وادي الرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل مهيب. وتايم اوت طلبه الكابتن احمد مرعي، وعمرو الجندي بيشجع لعيبته. ده الجنه بيتم يا جماعه. هنشوف دلوقتي تعليمات كابتن اشرف ايه. ايوه كده يلا كلنا شويه شويه. خلينا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في اخر 25 ثانيه. خد في البلاكة. ها خد شوط طبعا مكان ابو النصر. ماشي اوكي. عايز اخد دي من اول الملعب مهيب. كنترول انت مش عايز. انا مش عايز اتضرب. مهم جدا ناقص حاجه واحده وسط الثانيه. لازم تيجي هنا اتاك الدنيا الفاضيه عشان هم بيعملوا بيضغطوا ثلاثه هنا كده. زي ما احنا سمعنا تعليمات كابتن اشرف، هو التاكيد على الديفنس، ان ازاي الاهلي ما يضربش في البريسنج اللي بيعمله. وادي النتيجه 43-32، 25 ثانيه وجزئين من الثانيه. حاتم بحيري، عمرو الجندي، هاب امين اللي غير، مهيب وسيف سمير. ممثل الاتحاد هينزل دلوقتي. دوله وفوده، هيثم كمال، بالفورد، ورامي ابراهيم. يضغط الاهلي، وادي فوده يخطف وللسيل حلو من حاتم بحيري، لكن ما بينجحش في التسجيل الاولى ولا الثانيه. يلم عمرو الجندي، والثالثه ثابته، وينجح ياخد انه ياخد خطا شخصي ورميتين حرتين. وبيحيي بحيري اللي عمل الستيل حلو، وكانت نتيجه الضغط انه قطع الكوره. يندب حظه بحيري، لكن جود جوب يا ولد، جود جوب، برافو عليك يا بحيري. 17 ثانيه و7 اجزاء من الثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. وادي عمرو الجندي ما بينجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. تسع محاولات للنادي الاهلي، وادي العشره نجح في تسجيل الرميه الحره الثانيه. يضغط النادي الاهلي ثاني، فوده ومعاه مهيب. فوده يسلم لبالفورد اللي معاه، دبل تيم هنا ما بين مهيب وما بين ايهاب امين، تتخطف الكره. لا والله راحت للاتحاد. وادي دوله اخر 5 ثواني في الزمن الكوارتر الثاني، وبالفورد هيفنش والله يشوط، يقطع ايهاب امين، يشوط ايهاب امين، وتنتهي معها، تاتي معها صافره انتهاء الكوارتر الثاني بتقدم الاتحاد السكندري
43-33. أعزائي المشاهدين، كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، وعلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في أحداث الفترة الثالثة والكوارتر الثالث. لكم مني جزيل الشكر، شكرا، ونلقاكم بعد الاستراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، مشاهدي ومتابعي ومحبي قناة الاهلي في كل مكان، عدنا اليكم مرة اخرى من صالة استاد هيئة قناة السويس رقم 1 لنقل مباراة كرة السلة نهائي دوري المرتبط ما بين الاهلي والاتحاد السكندري. للي ما كانش معانا، انتهت احداث الفترة الاولى والتانية او الاولى بمعنى صح بتقدم الاتحاد 21-13، واستمر التقدم في الكوارتر الثاني 43-33، فارق 10 نقاط. إليكم بعض الإحصائيات سريعا كده من نجوم اللقاء أو الكوارتر الأول والثاني. أليكس يانج يتقدم في ترتيب أكبر مسجلين 8 نقاط في أحداث الفترة الأولى والثانية، ويليه عمرو الجندي 5 نقاط. أما المتألق جايلان بالفورد اللي لعب 14 دقيقة و49 ثانية سجل 18 نقطة. طبعا أنا بحب أوجه الشكر للكابتن هشام نظمي عضو لجنة الإحصاء اللي أمدينا بهذه الإحصائيات سريعا، عشان برضو نقدر نوصل لمتابعينا ومشاهدينا ومحبي كرة السلة وحتى ضيوفنا في الاستوديو كابتن عماد وكابتن سلعوة وكابتن هيثم بعض نقاط المباراة أو بعض إحصائيات المباراة. النادي الأهلي نبدأ بيه في الرميات الحرة، شاط 16 رمية نجح في تسجيل 9، دي بعض عدات لقطات المباراة ودي الثلاثية الحلوة بتاعت مودي الجرحي. أما على المستوى 3 نقاط أو 3 بوينت، شاط 13 نجح في تسجيل نقطتين، والميديم شاط 25 محاولة نجح في تسجيل 6 محاولات. أما نادي الاتحاد في الميديم شاط 19 سجل 12، وشاط في 3 بوينت 13 سجل 5. اما في الفاول شوتينج اللي هو يعني في شوت 7 شوطات في الكوارتر الثاني نجح في تسجيل 4. 43 للاتحاد 33 الاهلي. بعض اعضاء لقطات المباراه الابرز، ودي كان المشاده او مش عايزين نقول مشاده يعني عتاب الاصدقاء مش اكتر، ما بين السمعه الشخصيه الجميله وعمرو الجندي اللي رجع بالف سلامه، يعني عتاب الاصدقاء مش اكتر يعني. وادي بالفورد واحده من دنقاته اللي لاعب 14 دقيقه زي ما قلت لحضراتكم سجل 18 نقطه. التعليمات الاخيره ما بين شوطي المباراه، وادي عمرو الجندي والروح العاليه 10 دقائق جديده في فصل او احداث الفصل الكوارتر الثالث. التعليمات الاخيره اللي هيطلقها كابتن العبقري اشرف توفيق والثعلب احمد مرعي. بالمناسبه نحب نبارك لعاصم مرعي انتقاله الى جلطة سراي في الدوري التركي. مبروك عاصم مرعي، لاحد من اللعيبه اللي مشرفنا خارج الحدود المصريه. نتمنى له التوفيق دايما يا رب، ودايما كده معلي اسهم المصريين في الخارج. تعليمات الثعلب الكابتن احمد مرعي، وننتقل الى الكابتن اشرف توفيق. زي ما احنا سامعين تعليمات كابتن اشرف. وادي مودي الجرحي يشيكوا على الكوره كده، هو كابتن احمد الجرحي المدرب العام وكابتن وليد الخراط. وادي تعليمات لحظات أخيرة. نسيت أقول لحضراتكم إن انتهت أحداث مباراة سبورتنج وسموحة في اليوم الأول في الذهاب بفوز سبورتنج مرتبط والدرجة الأولى، والنهاردة فاز المرتبط سبورتنج أيضا. خلاص أوتوماتيك كده السبورتنج حصل على المركز الثالث، فاتفق الفريقين إن هما ما يلعبوش وخلاص ذهب المركز الثالث إلى سبورتنج والرابع إلى الاتحاد. اللي فوق اللي فوق اوكي لما تيجي
تركيز من اللاعبين. ابراهيم الجمال وسيف سمير وحاتم بحيري اللي بيلقى على عاتقه اليوم مسؤوليه قياده الملعب في البوينت جارد او صانع اللعب. وعلى بركه الله في خلال ثواني سنبدا احداث الفتره الثالثه والكوارتر الثالث ما بين الاتحاد والاهلي. الروح يا جدعان، الروح يا جدعان، دي كانت اخر كلمات عمرو الجندي على البنش لزمايله قبل النزول. خماسي الاهلي اليكس يانج، سيف سمير، حاتم بحيري، احمد مهيب و ايهاب امين. اما خماسي الاتحاد عصام فوده، مصطفى عصام فوده، جايلان بالفورد، شوشه سمعه ورامي ابراهيم. الحيازه التبادليه لصالح نادي الاتحاد. وادي الحيازه التبادليه، عفوا، لصالح النادي الاهلي، انا معلش اتلخبطت، صالح النادي الاهلي الحيازه التبادليه. افكر حضراتكم تاني بالنتيجه 43 الاتحاد 33 الاهلي. حاتم بحيري يستلم معاه فوده، يوصل لمهيب، مهيب لحاتم، اول ثلاثايه يا بحيري، اول ثلاثايه ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول رامي ابراهيم من نادي الاتحاد، يسلم لفوده، فوده لرامي. الاهلي مان تو مان، عايز يعوض، عايز يعوض. وادي جايلان بالفورد لفوده، خمس ثواني على زمن انتهاء الهجمه. اسماعيل احمد 3 بوينت اسماعيل، ما بينجحش في التسجيل، فعلا خطا شخصي احتسبه الكابتن وائل صبحي على جايلان بالفورد وبوشن، واول اخطاء الفتره الثالثه او الكوارتر الثالث. نشوفها تاني هنا مع مخرجنا انا. شكرا مخرجنا على الاعدادات يعني الجميله اللي بيمتع بيها الجمهور. وادي السيف سمير بيرتكز ويلف ويسلم لمهيب، مهيب بيعدي، عدى مهيب، تاني مهيب، لسه مهيب، سكرين من سيف، عايز يسلم من سيف اللي سلمه فعلا، سيف واحد على واحد هو في بالفور، اوصل يا سيف، ارض لك يا سيف، لما على طول نادي الاتحاد، فوده بيجري لسه ما يسجلش اي حد اي حاجه. وادي ثلاثه تانيه من شوشه ما بينجحش في التسجيل. حاتم بحيري زي ما قلت لكم عليه ضغط كبير، حاتم بحيري النهارده التعويض غياب مودي ومودي. ايهاب امين، ايهاب لسيف سمير والسيمي هوك، والسيف ينجح في تسجيل اول نقاط الكوارتر الثالث. سيف سمير 35 43 لصالح نادي الاتحاد. السمعه اسماعيل احمد حاول يخطف ايهاب امين، طوع من ايد رامي، سيطر عليها، شوت رامي، 3 بوينت رامي ما بتجيش. السمعه يلم على الديفنسيف اوفنسيف ريباوند وتخبط سيد سيف وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. بالفورد بيخرج وينزل دوله زي ما احنا حضراتكم شايفين. اوت سايد للاتحاد، رامي ابراهيم بيستلم يطلع لدوله، دوله لشوشه، شوشه لفوده، وادي 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اربع محاولات 3 بوينت من نادي الاتحاد حتى هذه اللحظات في خلال دقيقه 45 ثانيه لم ينجح في تسجيل ايا منهم. اما النادي الاهلي محاوله وحيده لم ينجح ايضا في التسجيل. اليكس يانج اللي بيعدي النوبادي المره دي بملعبه، استنى السكرين من سيف، اليكس يدور على حاتم بحيري الفاضي ويجيب اند جو كده بينه وبين اليكس، لكن ما بيدفع الباسكت ما بتجيش. يلم دوله، نركز شويه يا جماعه في الاوفنس، نركز شويه في الاوفنس، محتاجين كل باسكت. نستيل حلو من ايهاب امين لمهيب على الثلاثه بونت، ما بينجحش في التسجيل. يلم دوله، متسربعين شويه، في سربعه شويه وفي استعجال. دوله من الاتحاد اللي بيعدي وبيسلم لفوده، الروتيشن كتير بيعمله كابتن احمد مرعي. اسماعيل يسلم لدوله، لا رجع في كلامه، المره دي يسلم لفوده، لكن خطا شخصي هنا على مين؟ كابتن محمود، خطا شخصي على احمد مهيب رقم 14 اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. 1-1 في الفاولات توتال، ومهيب الخطا الشخصي الاول.
يعني مش عارف بصراحة، ما اقدرش اعترض عليها. خلاص كرر حكم اطلق قراره فنحترم. وادي ابراهيم الجمال بيسخن، نحترم قرارات الحكام. وادي فودة طلع للسمعة. اسماعيل ليه شوشة يغلق النادي الاهلي مفاتيح الثري بوينت، تخبط في ايد شوشة وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. يعتذر شوشة لمرعي او الكابتن احمد مرعي، يضغط النادي الاهلي لايقاف جميع الحلول. ادي كرة تاني اهي وقعت من ايده، ايقاف جميع الحلول الهجومية النادي الاتحاد. وادي حاتم بحيري ومعاه دولة، ضغط قوي لإيهاب أمين. إيهاب بيعدي من ظهره ويوصل يسلم لسيف سمير، والسيمي هوك من بعيد يلم إيهاب أمين على السكند شوت، ونقطتين كمان لصالح نادي الأهلي. 37-43، سبع دقايق على انتهاء الكوارتر الثالث. إسماعيل أحمد هو اللي بيطلع بالملعب يسلم ليه، فاول على كاونت ولا إيه كاونت؟ خطأ شخصي على أليكس يانج، ورمية حرة إضافية لصالح نادي الاتحاد أو الإسماعيلي أحمد. أليكس يانج 3 فاول. بصوا على كابتن أشرف توفيق، نبص بس في العادة اللعبة دي، اعتراض أليكس يانج والجيف أند جو بين إسماعيل ورامي إبراهيم، وإسماعيل على الأند بان ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول إيهاب أمين. هيطلع دلوقتي أليكس يانج اللي ارتكبه 3 اخطاء شخصيه. كره عند مهيب بعد تراك كده مش كويسه على الباسكت، ومهيب ياخد الكره وينجح فيه انه ياخد خطا شخصي على رامي ابراهيم. أليكس يانج هيخرج دلوقتي وينزل عمرو الجندي اللي قدامكم على الشاشه، لان أليكس يانج مرتكب 3 اخطاء شخصيه، وخرج دوله ونزل ميدو طه من الاتحاد. لحق هنا وادي هنا الخطا الشخصي اهو، خطأ شخص صريح. إيهاب أمين من الأهلي ليه حاتم بحيري، وادي إيهاب أمين تاني على سكيب باس. إيهاب يخترق ياخد خطأ شخص تاني على مين بقى، على فودة ولا على رامي إبراهيم؟ هنشوف كابتن وائل صبحي هيقول إيه. على رامي إبراهيم خطأ شخصي. هنا اعتراضه باليد وخرج رامي إبراهيم ونزل على طول هيثم كمال في تغيير سريع كده، لأن رامي إبراهيم 4 فاول، 4 أخطاء شخصية. وادي ابراهيم الجمال من النادي الاهلي زي ما احنا شايفين في الشاشه، هيجيب مين؟ جاب حاتم بحيري. يبقى كده تبادل ادوار الملعب او صناعه اللعب هتبقى ما بين ايهاب امين او ابراهيم الجمال. ايهاب امين يستلم الاول، 3 فاولات على النادي الاتحاد توتال. عمرو الجندي معاه ميدو طه، يخترق بعمر ويوصل عمر ما بينجحش في التسجيل، يلم اسماعيل احمد وباص كده اي حاجه توصل لايهاب امين اللي بيشوط 3 بوينت. نجح ايهاب امين السوبر ماريو في تسجيل 3 نقاط لصالح النادي الاهلي. يضغط النادي الاهلي، ميدو طه، اسماعيل احمد اللي ماسكه، عمرو الجندي، صراع ثنائي ما بين الاثنين طويل الامد في مواسم كثيره. وادي اسماعيل مع عمرو الجندي، دفاع قوي يا عمرو، يقلب الناحيه الثانيه لفودة، فودة بيعدي من ايهاب امين، بيطلع الكيك اوت لهيثم كمال اللي بيشوط 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. هيثم يلم على طول، ايهاب امين بيعدي ملعبه، ايهاب يقف يسلم للجندي من بعيد يا عمرو، من بعيد يا عمرو، ارض لك يا عمرو، تخبط في الاخر وتطلع اوتسايد. ده الفارق الى 5 نقاط، 5 دقائق 47 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثالث، 45-40 لصالح نادي الاتحاد. ادي زون ديفنس النادي الاهلي، شوشه سكيب باس ليه فودة، مصطفى عصام فودة لاسماعيل احمد اللي جوه رجع تاني لفودة، فودة لشوشه، شوشه اوبن شوت، شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ايهاب امين يسلم، ايهاب تخبط في ايد ميدو وتطلع اوتسايد. علي احمد من الاتحاد هيغير، يخرج اسماعيل وينزل علي احمد من الاتحاد، وجايب جايليان بالفورد المحترف الامريكي يدخل مكان شوشه لاعب الاتحاد. اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري بالكامل متواجدين، ومعاهم الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، والحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد. وخرج فودة ونزل ميدو طه. روتيشن كتير بيعمله الكابتن احمد مرعي. ادي الجمال، ايهاب امين، وسكرين من سيف، ياخد الميس ماتش سيف، سلم له، فعلا خد الميس ماتش،
تستلم لإيهاب أمين لكن تقع من إيده تطلع فاست بريك 3-1 للاتحاد وينجح في تسجيل نقطتين للاتحاد السكندري. وادي فاست بريك سريع لكن ميدو يوطى يرجع وياخد الكورة يسلم لبالفورد يتقطع كده اللونج باص ميدو طاها ويطلع لبالفورد اللي بيشوط أي حاجة ما بتجيش توصل عند الجمال. الجمال ليه عمرو الجندي مفيش مساعدة مع حد يحاول يطرق بنفسه يطلب فاول لكن خلاص كرة وصلت لدولها في الاتحاد. الأهلي يفقد تركيزه بعض اللحظات مهيب وخطأ شخصي على مهيب يفقد الأهلي بعض التركيز في لحظات قليلة قوي. ده الفارق وسع الفارق لسبعة بونت بعد ما كان خمس نقاط. ادي هنا الخطأ الشخصي اهو زي ما احنا شايفين خرج سيف سمير ونزل عبد الله ناصر من نادي الأهلي واوت سايد لصالح نادي الاتحاد. 4:43 سيف سمير هو اللي خرج وادي الكره هنا لإيهاب امين كان بيعترض عليها عايز يفاول وادي الفص بريك اللي وصل لميدو طه لكن وجه هو ده الباسكت اللي جه. الاتحاد السكندري مسجل 4 نقاط حتى هذه اللحظات اما الاهلي 7 نقاط في احداث فتره الكوارتر الثالث. لسه الاهلي زون ديفنس عبد الله ناصر هو اللي نزل مكان سيف سمير ميدو طه علي احمد من الاتحاد هيثم كمال لدوله لسه الاهلي زون ديفنس اختراقات دوله يتراجع عنها ويروح لبالفورد يحاول دفاع قوي من النادي الاهلي لدوله في الثواني الاخيره ينجح في تسجيل 3 بوينت يوسع الفرق الى 10 نقاط. ابراهيم الجمالي سلم لعمرو الجندي هيثم كمال هو اللي ماسكه بيعدي عمرو بيسلم لإيهاب امين يلحق قبل الاوت لعمرو الجندي اختراقات عمرو وصل عمرو قطع شخصي على دوله على احمد عادل الشهير بدوله فعلا خطا شخصي ورميتين حرتين زي ما قال الكابتن وائل صبحي. رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي على التنفيذ عمرو الجندي. دوله 3 اخطاء شخصيه ابو النصر على التجهيز وادي عمرو الجندي والرميه الحره الاولى نركز يا شباب عمرو الجندي على تنفيذ الرميه الحره الاولى الثانيه ينجح في التسجيل. تغيير خرج ابو النصر او دخل ابو النصر مكان احمد مهيب وادي ابو النصر اللي مع الصوره اللي في الكادر سلم بالفورد على طول من الاتحاد السكندري اللي بيتسلم لهيثم كمال في سكيب باص كده او لونج باص لدوله يمسك الملعب دوله لهيثم كمال فعلا اوتسايد على دوله لانه لمس اللاين واوتسايد للنادي الاهلي. ابراهيم الجمال يسلم لإيهاب امين إيهاب بيعدي 9 نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد يسلم لابو الناصر عبد الله ناصر يستلم الكوره ليه ابراهيم الجمال ويروح له سكرين وهنا يستغل الميس ماتش لسه ما استغلوش عمرو الجندي 7:24 عمرو وصل عمرو سلم للبوب شاط ما جاتش لما على طول علي من الاتحاد ويطلع لدوله بيجري ملعبه يهدى سريع دوله يسلم لعلي بالفورد لكن تخبط في الجمال بذكاء كده الجمال يحط رجله في الكوره قبل ما تروح في الباصه اللي فاتت دي وتطلع اوت سايد. كابتن اشرف توفيق وتركيز حاد وتغيير في صفوف نادي الاتحاد خرج دوله ونزل فوده وخرج بالفورد ونزل شوشه. الكره الاخرانيه اهي هنا كان خلاص بالفورد عدى حط رجله الجمال حلو قوي وادي مصطفى عصام لسه نازل ما بينجحش في التسجيل يلم الجمال يحجز على كورته وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. 3:18 9 نقاط فارق لصالح الاتحاد. 50:41 لسه الاتحاد بيضغط وادي ابراهيم الجمال لعمرو الجندي هو اللي هيطلع بالملعب النبادي عمرو الجندي ومعاه هيثم كمال عدى عمرو يسلم لإيهاب امين جاله سكرين راح ايهاب باك بيفوت ايهاب وصل ايهاب ما نجحش ايهاب هارد لك ايهاب سلم علي على طول لميدو طه ميدو هيلعب 1-1 يطلع الكيك اوت لشوشه وثلاثات شوشه ما بينجحش شوشه يلم هيثم كمال الريباوند فين يا شباب ايهاب امين لسه راجع وظهر في الكادر دلوقتي فوده ليه ميدو طه اللي بيطلب سكرين من هيثم كمال لكن قرر انه يشوط ما نجحش في التصويب الريباوند عند مين عند عمرو الجندي اللي بيطلع ملعبه
وسكرين من عبد الله ناصر هوش راح وعلي خطأ شخصي على علي رقم 42 ورميت رميتين حرتين فعلا لصالح النادي الاهلي. الكسيانجا هينزل هيخرج اعتقد عبد الله ناصر ولا لا ده خرج لسه خرج ايهاب امين يعني لسه اللياقه الفنيه لسه ما اكتملتش 10 ايام قاعد معزول عشان الكورونا. وادي عمرو الجندي ما بينجحش في التسجيل عمرو الجندي تمس العذر لسه راجع من 10 ايام ينجح في التسجيل الثاني عشان يحافظ على نسبته اللي هي 50-50 لغايه دلوقتي. وادي مصطفى فوده يضغط النادي الاهلي سكرين لمصطفى اللي بيعدي ويسلم لميدو طه ميدو معاه مصطفى تاني يستلم ابراهيم الجمال قلب الاهلي مان تو مان عبد الله ناصر بيعطل يسلم لشوشه شوشه لقى الطريق فاضي وصل طلع كيك اوت لعلي الشوط ميديم شوت نجح في تسجيل نقطتين يوسع الفرق الى 10 نقاط لكن عبد الله واضح ان في كدمه كده سلامات لعبد الله في الركبه لو نشوفها تاني الاعاده كده نطمن. وادي طبيب الاهلي كابتن هيثم كابتن مع دكتور محمد والدكتور هيثم نزلوا يطمنوا عليه هيثم سيف سمير هو اللي هينزل مكان عبد الله. سلامات يا عبد الله ناشئ انا كنت قلت تحت 20 هو لاعب تحت 18 سنه ومصعد ل 20 والدرجه الاولى. نشوفها تاني كده ادي الشوطه بتاعت علي هو حاجه من الاثنين يا ركبته لفت وهو واقف لوحده يا حد خبطه وحس بيها بعد الشوطه يعني اشك ان يعني ده تفسيري المنطقي والله اعلم يعني يا اما حد زقه وهو في اللعبه وهو مثلا يعني ابتدى يستمر مع الهجمه يا اما هي في حاجه في ركبته. انا شايف سيف كان بيستدعي اللعيبه من على البنش عشان تقريبا هيشيلوه. وادي تركيز عميق من الكابتن سيد مصطفى والكابتن احمد الجرحي سلامات لعبد الله ناصر ناشئ النادي الاهلي. نشوفها من زاويه تانية شكرا مخرجنا ما هي ملهاش حل تالت يعني زي ما قلت لكم يا هو ما اتخبط قبلها يا اما هي لفت وهو واقف. سلامات لعبد الله اللي خرج الف سلامه سلامات زي ما احنا شايفين خارج اهو بيتسند على بحيري والدكتور محمد. وادي الكابتن اشرف استغل وقوف الملعب وبيدي بعض التعليمات للاعيبته لو جت الكاميرا كده عليه. وادي عبد الله هو خارج طمن عليه زميله في الفريق تحت 20 سنه عمرو زهران. هنا بقى الخبطه من شوشه ركبه في ركبه مع عبد الله. شكرا مخرجنا على الاعدادات الجميله اللي وضحت سر اصابه عبد الله. سلامات لعبد الله. وادي اليكس يونج ومعاه شوشه بيعدي اليكس بيعدي سلم ليه ابو النصر ابو النصر سيف سمير. وادي الباصه حلوه قوي من سيف ليه عمرو الجندي ونقطتين للاهلي 52 اتحاد 44 الاهلي دي 44 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثالث. هيثم كمال لسه بدري يا شباب 52-44 ست نقاط او ثمان نقاط عفوا. شوشه سكرينات يمشي نادي الاتحاد لغايه 24 ثانيه اخر 5 ثواني على 24 شاط علي ما نجحش في التسجيل يلم على طول نادي الاهلي على طول ابو النصر والفاست بريك ابو النصر وصل ابو النصر باختراقات ابو النصر سجل ابو النصر نقطتين وخد الاند وان وخطا شخصي علي احمد رقم 42 من نادي الاتحاد الاند وان ليه ابو النصر 46 52 علي احمد يرتكب الخطا الشخصي الثالث ليه. وادي ابو النصر والاند وان نجح ابو النصر في تسجيل الاند وان للنادي الاهلي يضيق الفارق الى 5 نقاط. وادي فوده من الاتحاد دقيقه وخمس ثواني على انتهاء زمن الكورتر الثالث فوده من الاتحاد. وادي شوشه سكرين لشوشه مع اليكسيان
شوشه حاول اخترق طلع كيك اوت لميدو. ميدو اوبن شوت 3 بوينت ما بيرجعش في التسجيل. الريباوند عند ابو النصر الفدائي وخطا شخصي على مصطفى عصام فوده واوت ورميتين حرتين لصالح ابو النصر. ابو النصر رميتين حرتين خرج علي. هو دي ابو النصر بمنتهى الفدائيه ومن وسط اتنين من علي ومن فوده، يعني واحد مش هيسيبك لا فوق ولا تحت، هتطلع الكره فوق هيجيبها منك، من تحت هتنزل الكره تحت، فوده على طول يلقطها منك. لكن ابو النصر بمنتهى الفدائيه ينجح ان هو يلم الريباوند ويحصل على رميتين حرتين لابو النصر. وادي 47 52 ينجح في تسجيل الاولى ابو النصر. 48 52 50 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثالث. ابو النصر ما بينجحش في الثانيه، يلم السمعه اللي نزل مكان علي. دوله مع ابو النصر لدول لسمعه لفوده، فوده يسلم لدوله، سكرين من هيثم كمال، السمعه تحت الباسكت بياخد بوزيشن يهوش مع عمرو جندي مش سايبه، حاول يطلع الكوره 10 ثواني على 24 ثانيه. السمعه شاط من بعيد، في هنا صفاره الحكم بتقول ايه؟ يعني مش عارف يعني. في ال 24 ثانية اللي انا فهمته ان احنا كورة كده كانت 50 ثانية على الكورتر، دلوقتي بقت 30 ثانية، يعني معنى كده عدى من زمن الهجمة 20 ثانية. الحكم وقف على اساس ان زمن ال 24 ثانية انتهى، لكن لعيبة الاتحاد بتقول لسه فاضل 4 ثواني. هنشوف قرار الحكم ايه. الحكم اللي على الترابيزة بيقول انتهت احداث ال 24 ثانية. كابتن وائل صبحي بس الكاميرا تيجي عليه ونشوف القرار ايه. يعني ده انا فعلا قال كابتن وائل صبحي 4 ثواني فضل على زمن الهجمه 4 ثواني، وبيشاور الكابتن وائل صبحي على اللوحه 4 ثواني، واوت سايد على نادي الاهلي 30 ثانيه، وفوده هيطلع الاوت من الاتحاد 48 52 للاتحاد. فوده 4 ثواني يستلم شوشه وبينجح ان ياخد اليكس يونج في ظهره وبيحط باسكت يوسع الفارق الى 6 نقاط. عمرو الجندي اخر 20 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثالث، 15 ثانيه على زمن انتهاء الهجمه. وادي عمرو الجندي ومعاه دوله مش سايبه، دوله دفاعه قوي جدا بلغه الباسكت، دفاعه يعني رخم شويه. ابو النصر اختراقات ابو النصر يسلم لسيف سمير ما يلحقش سيف سمير وبتطلع اوت سايد على النادي الاهلي. 4 ثواني وجزئين من الثانيه على انتهاء الكوارتر الثالث. يضغط النادي الاهلي يحاول يقطع ابراهيم الجمال، لكن تطلع منه ثانيتين وتسع اجزاء من الثانيه على انتهاء الكوارتر الثالث. 54 للاتحاد 48 للاهلي. هنا الصفاره، في صفاره، الحكام بيطالبوا اللاعبين سواء الاتحاد او الاهلي بالهدوء والجلوس على مقاعد البدلاء. دوله سلم لاسماعيل، اسماعيل يسلم لهيثم، وخطا شخصي على ابراهيم الجمال، وبصراحه جود جوب. هتقول لي ليه؟ اقول لك كده كده الاهلي مش معلوش 4 اخطاء شخصيه، فاي خطا هيبقى باوت سايد. دلوقتي فاضل 3 اجزاء من الثانيه، يعني تاتش بول تاتش بول. يعني لو مخرجنا جايب لنا كده قبل الكرة ما تتلعب كان ابراهيم الجمال بيقول اعملوا فاول اعملوا فاول. ادي الفاول اهو، ايوه صح كده، وتاتش بول فعلا، وانتهت احداث الفترة التالتة او الكوارتر التالت بتقدم الاتحاد 54 48. فاصل دقيقتين او معنى صح راحة دقيقتين ونرجع ليكوا تاني نسمع فيهم الكابتن أشرف توفيق بيقول إيه ونعود إليكم. أوكي.
كده هي كانها كمان. انا بس عايز انا عايز على كونفيوجن شويه، لان انا شايف بنعمل سويتشات في اليكس هيلبس الراب عم ياخدوه ينزل بيه تحت خد بالك. عبد الله ناصر، سلامات لعبد الله ناصر الناشئ تحت 18 سنه وصعد الى ال 20 سنه والدرجه الاولى، بس فيها تايمينج شويه، عايزين تايمينج شويه يعني. يا ريت كمان ايه، يا ريت هنا ابو ناصر انتهت زمن فترة الراحة ما بين الكوارترين، وننتقل إلى أحداث الفصل الأخير في مباراة نهائي دوري المرتبط ما بين الأهلي والاتحاد. 54 للاتحاد، 48 للأهلي، 6 نقاط زي ما قدامنا على الشاشة، والفصل الأخير في بطولة دوري المرتبط. والحيازة التبادلية لصالح نادي الاتحاد، وخماسي الأهلي أليكس يانج، سيف سمير، أبو النصر، إبراهيم الجمال، عمرو الجندي. أما خماسي نادي الاتحاد شوشة ودولة وفودة وسمعة وهيثم كمال. هذا التبادلية لصالح نادي الاتحاد، دولة للشوشة لسمعة، زون ديفنس النادي الأهلي، يخطف سيف سمير لكن تقع منه وتطلع أوت سايد لصالح النادي الاتحاد. 15 ثانية على زمن ال 24 وفات 10 ثواني على الكوارتر الرابع. صبع صنفودة معاه لسلم لإسماعيل، ومعاه أليكس يانج لسلم لدولة، والثري بوينت دولة ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول سيف سمير، سيف بيعدي لعمرو الجندي، عمرو ليه سلم ليه ابو النصر، ابو النصر يا سلام على الفيك، وصل ابو النصر للجمال، الجمال لكن ما بتنجحش في التسجيل، يلم السمعه على طول، اسماعيل احمد يلم بكامل الخبرات ويروح لدوله، لسه النتيجه هي 6 نقاط لصالح الاتحاد. شوشه لوحده اوبن شوت يطلع له اليكس ايربول، توصل على طول عمرو الجندي وفص بريك، يجري عليهم فص بريك، ادي اليكس يانج واختراقات اليكس، يطلع الكيك اوت لسيف سمير للجمال، الجمال الجمال ما بتجيش، يلم ابو النصر، فعلا يلم ابو النصر، يسلم لسيف ليه، دور على حد، اختراقات ابو النصر، وصل ابو النصر لكن هنا تراي على الباسكت ما بتجيش وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. 7 ثواني على انتهاء زمن الهجمه واوت سايد اهلاوي، اوت سايد لابو النصر، عمرو الجندي، وتلاتات عمرو، تلاتات عمرو، نجح عمرو الجندي في تسجيل 3 نقاط ويدقق الفارق الى 3 نقاط، ثلاثيه عمرو الجندي في الميعاد والمكان المناسب، عمرو الجندي دوله الاتحاد، هيثم كمال، شوشه، اسماعيل احمد، يسلم لفوده، فوده ومعاه أليكسيون، هيثم كمال لوحده، شوشه بقى لوحده، ما خاف يشوط لكن باصه حلوه من شوشه لاسماعيل احمد لان ابراهيم الجبال ما نزلش يساعد في الدفاع. أليكس يانج توسع الفرق الى 5 نقاط تاني، أليكس لابراهيم الجبال لعمر الجندي، عمرو معاه فوده مش سايبه، عمرو بيحاول يبص على مخرج لأليكس يانج وتلاتات أليكس يانج ما بتجيش، يلم السمعه من الاتحاد اللي بيطلع لدوله، دوله بيجري بملعبه، يعدي دوله 56 51، 7 دقائق 45 ثانية على انتهاء الكورت الرابع والمباراة. شوشة،
سكرين من هيثم كمال شوشة والباك بيفو تطلع لهيثم كمال اللي بيهوش وبيطلع ليه مصطفى عصام فوده بيهوش هو كمان ويخترق ويسلم لدولة من بعيد دولة شاط نجح في تسجيل ثلاث نقاط دولة يوسع الفرق الى 8 نقاط وابو النصر مع الكرة ايهاب امين على استعداد للنزول ابو النصر ليه عمرو الجندي وده معاه مش مديله مساحه انه يشوط لايهاب الجمال اليكس يلا يا اليكس اخر ثانيتين ما بينجحش في التسجيل تخبط في ايد لعيبه الاتحاد كابتن وائل صبحي قال لك خبطت في ايد لعيبه الاهلي ابو النصر وطلعت اوت سايد نزل يا نزل ايهاب امين وخرج ابراهيم الجمال طب يا كابتن ايهاب ما تيجي كابتن وائل تايم اوت تايم اوت يعني تايم اوت للحكام تقريبا طب نشوفها في الاعاده نشوفها في الاعاده خبطت في ايد مين كده وانا انزل ابلغهم نستعين بتقنيه الفار طب والله خبطه في شوشه طب انزل ابلغهم يعني تقنيه الفار اهي 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 شكرا مخرجنا ايد شوشه اخر لو من الزاويه الثانيه هتبان اكتر لو من الزاويه الثانيه اللي تحت الباسكت هتبان اكتر مشاورات ومجادلات ده ان سبورتسمان لايك فاول او تكنيكال فاول مش تايم اوت تكنيكال فاول على نادي الاتحاد وادي اليكس يانج ينجح في تسجيل الرميه الحره وخلاص راحت الكره لنادي الاتحاد دولة من الاتحاد السكندري بيعدي ومعاه ابو النصر لبالفورد اللي نزل وثري بوينت بالبالفورد ما بتجيش الريباوند عند ايهاب امين بفدائيه شديده لاليكس يان الانسايد شويه يا اليكس لايهاب امين ايهاب سلم لعمرو الجندي من بعيد يا عمرو من بعيد يا عمرو هارد لك يا عمرو لما اليكس يان بيطلع لايهاب ايهاب امين وافتراقات ايهاب وحلو الباص حلو الاسيست حلو الدنك سيف سمير لكن الاسيست حلو من ايهاب امين وبيسجل نقطتين ده الفرق الى تاني خمس نقاط لو كسرنا حاجز الخمسه بونت انا بقول لكم الاهلي هيكسب ان شاء الله بالفورد بالفورد وادي سكرين ويعدي من دوله بيسلم لاسماعيل ومعاه عمرو الجندي وينعم البلوك حلو قوي من اليكس يونغ عدى على طول عمرو الجندي استلم سلم لابو النصر ابو النصر لاليك اليكس و 3 بوينت اليكس ما بتجيش تخبط في العلقه ويلم على طول شوشه اللي بيطلع فاست بريك لبالفورد هنا لازم الرجوع سريعا للدفاع دفاعيا بالفورد دفاعيا لازم الاهلي يرجع بسرعه زون ديفنس لسه النادي الاهلي دوله ويقطع حلو قوي بالنصر بفدائيه جميله جدا ويروح لعمرو الجندي عمرو الجندي يسلم لايهاب امين لاليكس يان اليكس واختراقات اليكس ووصل اليكس نجح اليكس في تسجيل نقطتين فعلا يا فرق ينزل لثلاث نقاط كابتن احمد مرعي تايم اوت على طول الدفاع يا شباب الدفاع مره تانية هو اللي هيوصلك لنتيجه المباراه دقيقه التايم اوت نسمع كابتن اشرف هيقول ايه ونرجع لكم مره تانية افكر حضراتكم 56 59 5 دقائق 33 ثانيه على انتهاء زمن الفترة الرابعة والكورت الرابع والمباراة. انا اسمع اللي بقول لك عليه بلاي من هورن ودي هنا عند اليكس ودي هنا جندي او مين عاد مين؟ معاك التاني واخد بالك او من اسمها ايه صايد هودي هنا لاليكس معاه جندي هودي لاليكس بعد السكينة الخمسة هنا هروح هتاخد منه هاند اوف روح جوه الاثنين دول الاثنين اللي هنا كبر لي المسافه شويه بس بص فين المسافه المسافه على الخطوط عشان نوسع الملعب للبيك اند رول ده روح يا سيف روح يا سيف هو اليكس هيستلم وانا اوصلوا للحلقه مش عايز تفوق الاجنبي
عايزين شوية رجولة. العب على بنلعب على بطولة، ده هتاف فريق 16 سنة اللي بيأزر نادي الأهلي. 3 نقاط أصبحت هي النتيجة، 59-56 لصالح الاتحاد، وانتصاف الكوارتر الرابع. 5 دقايق 33 ثانية، وتعليمات كابتن أشرف، وسع الملعب عشان البيك اند رول وتقدر توصل وتروح. وادي فريق 16 سنة، وادي محمود وليد ومازن ياسر وبودي حسام المصعدين للدرجة الأولى، خرجوا من القائمة النهاردة. وادي الأوتسايد هيضغط لسه النادي الأهلي. فودة، عصام فودة هو اللي هيستلم مع إيهاب يمين. الدفاع قوي يا رجالة. ادي عصام فودة يسلم لهيثم كمال، لفودة تاني يهدي على ملعبه. فودة لشوشة، شوشة لقى طريق فاضي قرر انه يخترق. باك بيفو تسلم لهيثم كمال، لفودة اللي فاضي خالص، وشوت 3 بوينت ينجح في تعديل النتيجة لست نقاط. واحد من مفاتيح لعبه وبرسنتج عالية في 3 بوينت مصطفى عصام فودة. ياب امين لا الطريق فاضي، سلم لابو النصر، حلو الاسيست وباسكت حلو لابو النصر، يضيق الفرق الى 4 نقاط تاني. مصطفى عصام فوده ليه شوشه واسماعيل احمد، بصة كده اي حاجه يوصل على طول ويعمل الستيل. ياب امين، ايهاب يسلم لعمرو الجندي، عمرو الجندي مش ماشي معاه النهارده. عمرو اختراقات، عمرو ووصل عمرو، نجح عمرو في التسجيل. عمرو الجندي ده الفرق الى 2 نقطة، 62-60، 4 دقايق 30 ثانية على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراة والتتويج باللقب دوري الابطال، دوري عفوا المرتبط. هيثم كمال، جيليان بالفور، جيليان بالفور ميديم شوت، جيليان ما تجيش، يلم شوشة ديفنس يا شباب، الريباوند يا شباب. وادي قطع شخصي ولا ايه هنا؟ اوت سايد لصالح النادي الاهلي، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. وهنشوف الاعاده تاني. وقعت برضو من ايد، وقعت من ايد يعني مش عارف اقدر اقول وقعت من ايد ولا خبط في ايد ابو النصر، لكن هي اوت سايد لصالح النادي الاهلي. ياب امين، رامي ابراهيم نزل مكان اسماعيل احمد، اليكس يانج، اليكس كابتن اشرف بيطالب ان الملعب يبقى مفتوح يوسع المساحات. اسماعيل سيف سمير لابو النصر، لسيف تاني، واحد على واحد يا سيف، عايز يطلع لاليكس يانج، لكن اليكس كان اسرع من ان الكوره يلحقها وتطلع اوتسايد نادي الاتحاد. جيليان بالفور، بالفورد من الاتحاد المحترف الامريكي، يستنى السكرين، قرر ان هو يخترق، وصل لكن الفاول والخطا الشخصي الرابع على اليكس يانج. 3 دقايق 37 ثانية، 2 نقطة لصالح الاتحاد. خطا الشخصي الرابع على اليكس يانج. كابتن اشرف هيجيب مين مكانه؟ هنشوف دلوقتي. ادي الاعاده، لكن خلاه في الماتش هيثم كمال لمصطفى عصام فوده. فوده والسكرينات، وصل فوده، خطا شخص على ايهاب امين وما بينجحش في التسجيل. ايهاب امين راح لكابتن محمود بيقول له هو زقني، بس كابتن محمود قال له قرر تم اخذه. ايهاب امين خطا شخصي، لا يعني شفنا اللعبه، اترك لحضراتكم الحكم. وادي رميتين حرتين لمصطفى عصام فوده، ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى يوسع الفرق الى 3 نقاط. فوده على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، ينجح ايضا في التسجيل. وادي ياب امين من الاهلي يوسع الفرق الى 4 نقاط النادي الاتحاد. وادي يلحق ياب امين، سيف لعمرو الجندي، عمرو سيف على السكرين، عمرو الجندي مع بالفورد بيطلب سكرين تاني، اخر 10 ثواني على 24. عمرو يسلم لاب امين، ايهاب لالكس يونج، شوت يا اليكس، شوت يا اليكس، ما بينجحش عليك في التسجيل. ابو النصر، ابو النصر تاني لكن ما بيلحقش، وبيلم هيثم كمال من الاتحاد السكندري،
على طول يطلع لفودة. دقيقتين 56 ثانية على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراة. هيثم كمال. هيثم لجيليان بالفورد. بالفورد وسكرين من هيثم. يكمل بالفورد وصل ما بيلجحش في التسجيل. يلم سيف سمير يسلم لعمرو الجندي يطلع على طول لإيهاب أمين. إيهاب أمين قرر يشوط 3 بوينت. سريع قوي متسرع قوي يا إيهاب. هارد لك يا إيهاب. ارجع ميدو طه لبالفورد اللي قرر يخترق من البيس لاين. رجع في كلامه وسلم لميدو طه. الاتحاد بيكمل الهجمه ال 24 ثانيه لاخرها. دقيقتين 20 ثانيه. مصطفى عصام فوده لا الطريق فاضي لكن ابو النصر بيعترضوا بان سبورتس مان لايك فاول يحتسبه الكابتن محمود. و بان سبورتس مان لايك فاول رميتين وحيازه لصالح الاتحاد السكندري. اقول لكم ابو النصر كم خطا شخصي دلوقتي؟ ابو النصر ثلاث اخطاء شخصيه. شفنا الاعاده زي ما قلنا لحضراتكم. وادي مصطفى عصام فوده ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى يوسع الفرق تاني الى 5 نقاط. وادي الرميه الحره الثانيه ما بينجحش في التسجيل. تظل النتيجه 65-60 والحيازه للنادي الاهلي. وتغيير خرج ميدو طه ونزل دولا. وتغيير تاني في صفوف النادي الاهلي. ابراهيم الجمال هيخرج وينزل. ابراهيم الجمال هينزل ويخرج اليكس يونج اللي مرتكب 4 اخطاء شخصيه. دقيقتين 18 ثانيه. فوده نادي الاتحاد. وهنا خطا شخصي اوفنسيف فاول على جيليان بالفورد واوت سايد. ودخل يعني اليكس يونج في الدفاع في الاوفنس. دقيقتين 11 ثانيه. لا في تايم اوت هنا طلب من الكابتن اشرف توفيق. نشوف الخطا الشخص ثاني. هنا واضحه جدا واضحه جدا 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 جدا. اللي شاكين فيه هنسيب الحكم ليكو. لكن الخطا اللي بيتم احتسابه صح هنشيد بيه دايما سواء على الاهلي او على الاتحاد. اسمع تعليمات كابتن اشرف. دقيقتين 11 ثانيه. 5 نقاط لصالح نادي الاتحاد. كنترول بتاع لما كنت رايحين 3 على 2 لازم تخلصها لي صح. لا مش 3 بوينت مش 3 نقط. اسمع البول عليك. دي هورن. دي هورن. 5 اجيب 4. جند هنا ابو النصر رافع على شوط او داخل. وهنا لا 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 ايهاب. الحاجه الثانيه السكرين بول اللي عمال يخش منه الراجل ده مع هيثم. اتس سكويز وكلمه بدري سكويز مع هيثم فهعدي من تحت. مش كل مره الراجل يروح يا جماعه للاخر كده. خلاص ركزوا في التعليمات اللي بقولها. بليز بليز اوكي. لسه بدري دلوقتي يا جدعان. هنطلع دلوقتي يلا. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكابتن اشرف توفيق. يتبقى دقيقتان و11 ثانيه. 65 اتحاد الاهلي 60. وزي ما سمعنا تعليمات كابتن اشرف دي بعد اعداد المباراه لاليكس يونج. اهو لعبه حلوه قوي. تعليمات كابتن اشرف يلعب الانسايد كتير بلاش 3 بوينت. طبعا الاهتمام بالشق الدفاعي. ولسه الاتحاد ضاغط. اليكس يونج اللي عنده 4 فاول هيعمل ايه دلوقتي؟ اليكس ومعاه رامي ابراهيم ماسكو. سيف سمير بيعمل سكرين بيعمل سويتش. اليكس اختراقات اليكس لكن هنا خطا شخصي و رميتين حرتين. والخطا الشخصي على هيثم كمال ورميتين حرتين لاليكس يونج زي ما احنا شايفين. هو هيثم هيثم كمال واليكس يانج على تنفيذ الرميه الحره الاولى بينجح في التسجيل. ده الفرق الى 4 نقاط. واليكس الرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل. دقيقه 59 ثانيه على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراه. جيليان بالفورد من الاتحاد يدخل ويخرج مصطفى عصام فوده. وادي هيثم كمان لسه الاهلي بيضغط. دوله بيعدي معاه ايهاب امين. عدى فعلا دول قبل الثمان ثواني. بيطلب انه يسلم
لكن هنا استلم السكرين، نزل شوشه، شوشه معاه عمرو الجندي، شوشه واحد على واحد، كره للشوط، رجع عن تراجع عن موقفه، 3 ثواني على 24 ثانيه، يعمل ستيل ايهاب امين، ودنك ايهاب امين، دنك ايهاب امين يدعي الفرق الى نقطه. تايم اوت لمين؟ للكابتن احمد مرعي. قدر يعمل ايهاب امين بستيل حلو قوي ويدعي الفرق الى نقطه، وفاضل دقيقه 33 ثانيه. تعالوا نركز ثاني مع الكابتن اشرف توفيق ونشوف هيقول ايه. عملنا سكويز هاي خلاص قفل. حاجه تانية، كل واحد دلوقتي مسؤول عنه، ما يخشش الا بالدم، بالدم اللي يخش منك. انا شوش البودس، شوش ما يخشش منك. الواد اللي هنزل ده دلوقتي مودي ده ولا ميدو، ما يخشش منك. انا بتكلم بقى انا فاهم ديناي كون ما في، انت شايف ايهاب امين ضاغط او كنترول مخلي الراجل زي ما انت عملت في ديناي، عشان احنا كده عشان كده كلنا التايم اوت انتهى اللي طلبه كابتن احمد مرعي، ونرجع للمباراه نقطه. هنشوف كابتن احمد مرعي هيطلب شوف كابتن احمد مرعي يلعب الكره من من نص ملعبه، وخطف ايهاب امين، فعلا خطف من ورا ظهره، سيطر على الكره ايهاب، الستيل حلو، وصل ايهاب، وصل ايهاب، وصل ايهاب، وسجل ايهاب، واول تقدم للنادي الاهلي، نقطه لصالح النادي الاهلي، نقطه لصالح النادي الاهلي. دولا بيعدي يسلم لشوشه، خطا شخصي على عمرو الجندي، ورميتين، لا مش رميتين، حرتين. هنشوف دلوقتي بس قرار الحكم هيقول ايه، رميتين حرتين ولا اوتسايد، لان الفرقه الاهلي و رميتين حرتين، فرقه الاهلي والاتحاد، ثلاث اخطاء هنا، ثلاث اخطاء هنا، رميتين حرتين، الكابتن محمود يحتسبهم، وخطا شخصي على عمرو الجندي، والخطا الشخصي على عمرو الجندي ده الخطا الاول. كابتن وائل صبحي بيطالب اللاعبين بالجلوس على مقاعد البدلاء، ومدرب فقط هو من يقف في المنطقه المخصصه. شوش على تنفيذ رميتين الحرتين، بونت النادي الاهلي، نقطة للنادي الأهلي، رميتين حرتين، شوشة على التنفيذ، لم ينجح شوشة في تسجيل النقطة الأولى أو الرمية الحرة الأولى، والفري ثرو الثاني، شوشة دقيقة 16 ثانية ينجح في التعادل، دقيقة 16 ثانية، 66 66، مفيش مفر غير ان الاتحاد يضغط. وادي ايهاب امين اللي قطع الكرة اللي فاتت اللي جعل بيها التقدم لصالح النادي الاهلي، اليكس يانج مع اسماعيل اللي نزل دلوقتي، اليكس عدى بريتريشر وقعت منه، حصل عليها تاني عمرو الجندي، عمرو معاه هيثم كمال يسلم لسيف، سيف فاضي، يلا يا سيف، يلا يا سيف، يلا يا سيف، سيف يسجل. نقطتين لسيف سمير، سيف سمير نقطتين، لكن الاسيست حلو من عمرو الجندي اللي شافه صح ووصله للباسكت ونجح يسجل نقطتين. 68 لاهلي، 66 للاتحاد، تايم اوت لنادي الاتحاد، 57 ثانيه على انتهاء الكورت الرابع والمباراه. نبدا من هنا، ادي اليكس يانج وقعت منه بفدعيه شديده، خدها سلم لعمرو الجندي، ما استعجلش، بص شاف باصه ليه سيف سمير ونجح سيف بلعبته المعروفه انه يسجل نقطتين. نسيبكم مع تعليمات كابتن اشرف ونرجع لكم تاني في الثواني والاعصاب فيها متوتره.
لازم عايز سبعة وخمسين ثانية وانتهاء التايم اوت اللي طلبه كابتن احمد مرعي. 68 للاهلي، 66 للاتحاد السكندري. خماسي الاهلي عمرو الجندي، ابو النصر، هبقى مين، اليكس يانج، وسيف سمير. خماسي ابطال سوبر هيرو. اما خماسي الاتحاد برضو ابطال، لعيبة كبار من العيار الثقيل. والاتحاد السكندري هياخد الكرة من نص ملعب النادي الاهلي. 14 ثانية يا زمن الهجمة. دولة وهيثم كامل وبالفورد واسماعيل والشوشة والكرة اتحدوية. استلم شوشة مع عمرو الجندي، جاله سكرين. هنا اللي حصل، مفيش حاجة حصلت، لكن هنا مخالفة المشي بالكرة، يحتسبها الكابتن وائل صبح على شوشة وتقول الكرة للنادي الاهلي. 51 ثانية وستة اجزاء من ثانية على انتهاء الكورتر الرابع والمباراة. تغيير في صفوف الاتحاد، خرج شوشة، نزل نشوفها تاني هنا. هنا تردد في الباصة، مخالفة المشي الكرة صحيح. جود جوب او جود جادج للحكم كابتن وائل صبحي. خرج شوشة ونزل محمد مصطفى عصام فودة. لسه الاتحاد بيضغط. 51 ثانية على التتويج. زي ما احنا سامعين صوت اللعيب 16 سنة. بنلعب على بطولة، عايزين شوية رجولة. وادي عمرو الجندي السلم مع اسماعيل. ثنائيات داخل الملعب، خبرات كبيرة من السمعة والجندي. الجندي عايز يعدي، اسماعيل مش سايبه. سلم لإيهاب أمين، لإيهاب الناحية التانية، لأبو النصر، أبو النصر، اختراقات أبو النصر، وصل أبو النصر، لم ينجح أبو النصر، طلع ليه؟ أليكس يانج، أليكس، شوط أليكس، يلحق على طول، إيهاب أمين بمنتهى الفدائية يخبطها في اسماعيل أحمد وبتطلع أوت سايد، سلامات لإيهاب اللي وقع كده ما بين الكاميرتين. اللعيبه بتطمن عليه. 25 ثانيه عشان الناس اللي مش واخده بالها من التايم. 25 ثانيه على انتهاء الكوارتر الرابع. تايم اوت للكابتن احمد مرعي، و14 ثانيه على انتهاء زمن الهجمه الاهلاويه. 68 66 ثواني. 25 ثانيه دول هيفوتوا عليا انا شخصيا. 25 ثانيه، خلينا بس نسمع تعليمات كابتن اشرف ونرجع ليكوا تاني وناخد نفس شويه. انتهى التايم اوت اللي طلبه كابتن احمد مرعي. افكر حضراتكم تاني، 25 ثانيه متبقيه. ودي الكره الحلوه، الاسيست الحلو اللي عمله عمرو الجندي وجاب بيه سيف سمير التعادل. 25 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الرابع والمباراه. 14 ثانيه على زمن انتهاء الهجمه الاهلاويه اللي احياها تاني ايهاب امين. كابتن وائل صبحي بيتكلم مع كابتن اشرف وكابتن سيد وطالب اللاعبين بالهدوء والجلوس على مقاعد البدلاء.
وادي الكابتن محمود في انتظار اشاره الاوكي من كابتن وائل صبحي. وادي الاوتسايد يا ابو امين. اليكس يانج بيستلم الانسايد زي ما قال الكابتن اشرف توفيق، جاب نتيجه مع النادي الاهلي. وادي اليكس يانج والباك لير، لكن اللي لما هيثم كمال يقطع في السكه الفدائيه. سيف سمير، برافو عليك يا سيف، عامل جود جوب النهارده، وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. 15 ثانيه بالتمام والكمال على انتهاء زمن الكوارتر الرابع، وتغيير في صفوف نادي الاتحاد. خرج دوله، نزل جيليان بالفورد. بالفورد نزله كابتن اشرف او كابتن احمد مرعي عفوا لحاجتين، استغلاله في سرعاته في البنتريشن، وايضا استغلال نسبته الكويسه داخل الثري بوينت. على الثري بوينت برضه هيقوم هو بالملعب. 15 ثانيه النادي الاتحاد هيفتح له الملعب مع ابو النصر. ابو النصر حاول ياخد منه فاول، يسلم لفوده، يشوط فوده، 3 بوينت ما بتجيش. الريباوند عند مين؟ الريباوند عند مين؟ الريباوند عند مين؟ الريباوند عند مين؟ ايوه كده، ايوه ايوه، النادي الاهلي يفوز، النادي الاهلي يفوز، الله اكبر الله اكبر، النادي الاهلي يفوز بالمرتبط، فوز المرتبط، النادي الاهلي يفوز بالمرتبط. الف مبروك للنادي الاهلي، النادي الاهلي يفعلها النادي الاهلي في ظل ظروف صعبه ومريره تجاهه. النادي الاهلي يفعلها بكل مقاييس النجاح والقوه. هي دي روح النادي الاهلي، هي دي رجاله النادي الاهلي، هو دول ابطال النادي الاهلي. انكرونا انكر الله، الله خير الماكرين. النادي الاهلي ابطال ابطال ابطال. مبروك 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 للنادي الاهلي، فوزه على فريق كبير وكبير دي بمعانيها بكل ما تأتت الكلمة من معنى. نادي الاتحاد السكندري الكبير جدا وصاحب البطولات يأتي الفوز على نادي كبير. مبروك لنادي الأهلي، ألف مليون مبروك حصوله على دوري المرتبط، ألف مبروك. وادي مودي الجرحي، مودي الجرحي نادي الأهلي وشعار نادي الأهلي، مليون مبروك ليه كل الأهلوية وكل الناس اللي اتفرجت علينا، ألف مليون مبروك. أنا مش عارف أتكلم بصراحة، أنا مش عارف أتكلم. إيه الجمال والحلاوة دي؟ ألف مليون مبروك للنادي الأهلي. اسيبكم مع الفرحة. وادي ابراهيم الجمال، مفيش كلام نقدر نقوله ولا نوصف بيه المشاعر دي والصور اللي احنا شايفينها قدامكم من صالة السادة الإسماعيلية هيئة قناة السويس. دي مشاعر كفاية تتفرجوا على الصور دي ابلغ من اي كلام ممكن انا اقدر اقوله او حد تاني.